بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وهذه السهره التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان تكون موفقه فيها البشرى وفيها الشفاء لجميع الساده المشاهدين. الحقيقه انه يعني انا دايما بتعلم من الساده المشاهدين، وباكد والله انا بتعلم من المشاهدين وبتعلم من التجارب اللي بتجيلي العياده. كل حاله انا بقعد اسمع لها كويس قوي 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 وبتعلم منها حاجه، لاني بعاهد ربنا سبحانه وتعالى بقيت عمري اني اتعلم واقول دايما وقل رب زدني علما. انا مش عايز اقول ما سبتش المذاكره ليله، انا عندي 54 سنه طول عمري بذاكر، ما اعتقدش ان عدى عليا ليله من غير ما اقرا، ولو عدى عليا يومين ثلاثه من غير ما اقرا قران يبقى دي يعني بالنسبه لي كارثه، يبقى انا كده يعني رايح جهنم. فعشان كده انا بقول انه وقل رب زدني علما، يعني ان اتعلم من الكتب. ودايما العلم كده زي ما بيقولوا علم مقروء، علم مكتوب زي الكتاب اللي بشرح منه، كتاب روشتات غذائيه، وزي العلم الذي في الصدور اللي هو علم العلماء وخبره الخبراء. ممكن اي واحد عنده خبره من العلاج بتعلمها منه وبقولها للناس كلها. وانا لا احب ان اكتم العلم، يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقني اللي اتعلمه اقوله علشان ربنا يزيدني من العلم، لانه ايه؟ من عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم. يعني العلم ده يعني كلما أنفقت منه يزداد. ولو أنا عندي فكرة وإنت عندك فكرة وإنت قلت لي فكرتك وأنا قلت لك فكرتي، هتتولد فكرة تالتة أحسن مننا إحنا الاتنين. ده العلم. والعلم له صفة اسمها اللانهائية. يعني إيه اللانهائية؟ يعني علم ما بيخلصش. حقيقة أنا يعني كنت دايما أقول على الحالات اللي ربنا أكرمني بيها، مثلا حالات أورام، مثلا لما يجيني واحد عنده ورم، عنده تشخيص ورم وعمل عينة طلع ورم، ببص له كده هل هو أنيميا ولا دمه فلاش كده ومتدفق؟ في واحد عنده سرطان وفلاشي كده والهيموجلوبين بتاعه 15، ده عنده سرطان. ببص كمان للهضم والامصاص، مثلا واحدة جت قالت لي أنا عندي سرطان أمعاء وعندي كذا وكذا، ببص لها شكلها مش شكل سرطان. وقلت لها طيب بترجعي دم؟ قالت لا. في براز أسود؟ قالت لا. الأكل بيتحشر؟ قالت لا. الله، في سرطان مؤدب كده ماشي المعدة سليمة والقولون، يعني شوية مغص، يعني شوية مغص ده سرطان. فالمهم قلت لها طب نعمل دلالات أورام، دلالات أورام طلع ما فيهاش حاجة. طب بالتشخيص كده أو بالسونار طلع فيه كلاكيع بالظلال، هل كل كلاكيع أورام؟ وطلع انها عادي، يعني كان تقريبا في خراج، والخراج ده كان عامل يعني شويه مشاكل، فتح الجراح وشال الخراج اللي طلع يعني ورم ولا اي حاجه، رغم ان هي عاشت في احزان 3 شهور مثلا. نفس الكلام بالنسبه للثدي. تيجي واحده تتشخص من سرطان ثدي، طب قبل ما اقول سرطان ثدي يا جماعه لازم اعمل ايه؟ اعمل دلالات اورام وبعدين اشوف. حقيقة أنا بقول لكل الناس أنه بعمل دلالات أورام وبشوف هل هو بيكبر، هل هو بيعمل تغيير كذا كذا. لو طلع أنه بيكبر ودلالات أورام إيجابية والمسألة يعني هتفلت من إيدينا وهيعمل متاسس، فالأفضل طبعا أن احنا على طول نطلع لمعهد الأورام. شايف كلامي؟ كلامي واضح إزاي؟ ليه معهد الأورام؟ لأني مفيش فدي عناد. يعني إيه مفيش فدي عناد؟ دلوقتي لو ده جرح، لو جرح بسيط هنخيطه، خراج بسيط هنعمل له مزرعه حساسيه وندي انتي بيوتكس او مضادات. ممكن ندي مضادات من المخلقه بتاعه الصيدليه، ممكن ندي مضادات حيويه عاديه يعني بتاعه الطبيعيين، حاجات ناتشرالز يعني. لكن وانس ان هو طلع، مجرد ان هو طلع سرطان بقى، دي ما فيش فيها زهر، ده لازم يخش على الرسول قال عليه اخر الداء الكي. كي؟ طب انت بتكوي ازاي في الزمن ده؟ بنكوي بالكيماوي، الادويه الكيماويه الكاويه، وبنكوي بالاشعاع، وبنكوي بالليزر، دلوقتي بقى عندنا كي يعني انواع مختلفه، لكن اخر الداء الكي. انا فشلت كطبيب باطنه، وزميلي الجراح فشل في علاج جرح مزمن قلب معاه وهيقلب بقى في الدنيا كلها ويضرب في الجسم، يبقى جري على طول العلاج الثالث هو معهد الاورام، ونكوي بقى هذا الجرح او نكوي هذا الورم، سواء كي كيماوي او كي بال
بالإشعاع بالراديشن. لكن احنا زي ما بقول لحضراتكم اغلب الحالات للاسف اللي اتشخصت على انها اورام طلعت مش اورام، وده يبقى من رزق الطبيب، لانه ما يجي له واحد عنده غده لمفاويه وبعدين يتقال معانا اتصال. وشيماء اتفضلي. الو. ايوه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 55 سنه. ايوه. بس انا بنسى. ما باخدش اي علاج لاي حاجه. مش عارفه بقى النسيان دوت من ايه، يعني ممكن تكون الحاجه في ايدي واحطها في مكان وانساها، ممكن اعد فلوس وانسى انا عديت ايه. حضرتك بتاخدي علاج ضغط او علاج سكر؟ لا انا ما باخدش اي علاج. ما فيش اي علاج خالص. طيب موضوع النسيان ده موضوع جديد ولا قديم؟ بعد ما اقفل الموضوع ده جديد ولا قديم؟ لا جديد. يعني بقاله قد ايه؟ يعني بقاله يجي اقل من سنه كده. له علاقه بالدوره الشهريه؟ هي اصلا راحت ما عادتش بتيجي. اتقطعت بقى لها قد ايه؟ يجي سنه كده. بقى لها سنه، يعني انت حاسه ان النسيان زاد بقى له سنه؟ اه هو من سنه بس. والدوره اتقطعت بقى لها سنه؟ اه. شكرا لاتصالك. طبعا لما بيجي عندنا حد بيشتكي من نسيان فبنفكر في كذا حاجه. أول حاجة بنفكر فيها السكر، لأن السكر ساعات بيعمل لي بريفرال نيوروباسي وبريفرال أنجيوباسي وبيعمل لي ضيق شوية في الأوعية اللي بتغذي الخلايا، وبالتالي المريض بيبقى عنده شوية نسيان. ليه؟ الدم اللي واصل للدماغ مش هو. ألعن منه اللي بياخد أدوية الضغط، لأن أدوية الضغط دي بتعمل تلات أربع مشاكل. المشكلة الأولانية إنها بتقفل لي الأوعية اللي طالعة للمخ، فبتعمل لي زهايمر ونسيان بدري بدري. أدوية الضغط خطر جدا، و بتعمل لي مشكلة في الأوعية بتاعت القضيب أو الأوعية بتاعت عضو الذكورة، وبالتالي بتأثر على الانتصاب، ودي شكوى عامة. وبتأثر كمان على الأوعية الطرفية، فبتعمل لنا مشاكل في الإيدين والرجلين. علشان كده لما حد بيبقى بينسى كتير وبينسى بطريقة مش معقولة، بنفكر بنعمل تحليل سكر. خلي بالك معايا، بنعمل تحليل سكر، بنشوف بنقيس الضغط، ولو السكر مظبوط والضغط مظبوط بنفكر في الهرمونات. طب الهرمونات، الست دي بتقول لي انا بنسى، سالتها انت سنك كام سنه؟ قالت انا سني 55. الدوره اتقطعت امتى؟ قالت السنه اللي فاتت. طب ايه علاقه انقطاع الدوره بالنسيان؟ الدوره دي بتدي استرون وبروجسترون وهرمونات بتنشط الاوعيه وتنشط الدوره الدمويه وتنشط الحيويه وترسب في العظم الكالسيوم في العظم وتقوي العظم، يعني بتخلي المراه قويه جدا. لما بتقل الهرمونات بتاعه الدوره الشهريه مع فتره المينوبوز او فتره انقطاع الدوره، فبيحصل شويه تغيرات، من ضمنها هشاشه في العظام، وجع في العظم في المفاصل، تجد كذا، وزي ما بيحصل نقص في الدم الواصل الى المفاصل والعظام بيحصل نقص في الدم الواصل الى المخ. بنستعيد عن ده بقى بايه؟ بالشمس. انا بعالج النسيان وشمس، شمس الشروق او شمس الغروب نص ساعه. الحركة لازم امشي لغاية معرق، ببعد عن المروحة وببعد عن المية الساعة. المروحة التعرض للمروحة كتير، واشرب مية ساعة وحاجة ساعة كتير بتقفل الأوعية. خلي بالك بتقفل الأوعية. ولذلك أنا هضرب مثل صغير. واحد عمل عملية اللوز، فلما عمل عملية اللوز وشال اللوز، الدكتور قال له تشرب حاجات ساعة وتاكل جيلاتي، ما تشربش حاجة سخنة. ليه؟ لأن الحاجة السخنة بتفتح الأوعية بتتمدد، فالحاجه الدافيه او الحاجه السخنه بتفتح الاوعيه، لكن ده قاطع اوعيه دمويه، فلو هو شرب حاجات سخنه هيفتح الاوعيه الدمويه فينزف. يبقى انا بقول له الراجل او الطفل اللي شايل اللوز، بقول له لو سمحت تشرب حاجات ساقعه او تاكل جيلاتي او كده، علشان الحاجات الساقعه بتخلي الاوعيه تقفل. خلي بالك بتخلي الاوعيه ايه؟ تقفل. في ناس كتير بقى بتحب المروحه، بتموت في المروحه، يقول لك الدنيا حر، وبتموت في الحاجه الساقعه، وبالتالي الاوعيه بتاعتها بتقفل. الاوعيه بتاعتها تقفل بقى في الاطراف، تقفل في الكذا. طب الحل ايه؟ احنا عايزين نعرق. العرق شفاء، والله العظيم العرق شفاء. انا بقول للناس كده تعرق تسجد لله شكر. العرق، العرق اللي الناس هتنساه، واحد يقول لك العرق ريحته وحشه، خد دش، يعني شويه ميه كده وقد لهم على نفسك، مره شويه ميه دافيه ومره شويه ميه ساقعه، كوبايه ساقعه وكوبايه دافيه، كوبايه ساقعه وكوبايه دافيه، تلاقيك يعني انسان مش 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 معقول. المناعة قوة، جربها كده شوية مية، ولو عندك بقى سخن وبارد يبقى بتفتح السخن شوية الدافي والبارد شوية، السخن شوية البارد شوية، هتلاقي المناعة فظيعة والذاكرة حديد. معانا اتصال. وعليكم السلام.
انا رفعت عند دكتور سكر من النوع الثاني، انا عندي 38 سنه. ايوه. فالدكتور هنا مديني يعني ماده دواء اعراض عباره عن ميتفورمين. اه. باخد بعد الغداء وبعد العشاء. فانا بحلل السكر تراكمي بيطلع 6 6 ونص. فانا مش عارف هل بقى دلوقتي يعني في امل ان شاء الله ممكن في علاج للموضوع ده، ولا انا خلاص كده؟ انت سنك 38 سنه؟ اه. بتقيس السكر صايم وفاطر؟ ساعات صايم بيوصل 120 يا دكتور. 120؟ اه. طيب. ساعات بيبقى 90 100 على حسب العادة. ما انا عايز اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي بنتابع السكر بكذا طريقه. اول حاجه السكر صايم وفاطر، وانت دلوقتي بتقولي 90 و 120 ده ما بياخدش علاج. وبعدين بنتابعه بحاجه اسمها ال HbA1c او السكر خلال الثلاث شهور، يعني ما يزيدش عن 6 6 ونص ده ما بياخدش علاج، انما 7 8 هيبتدي يتظبط بالعلاج. كويس؟ طب انا خايف يا دكتور يتطور الموضوع. لا ما بيتطورش. ياما ناس، انا هقول لك على حاجه، انا شفت مرضى كانوا بياخدوا كورتيزون سكرهم وصل ل 500، ها لما بطلوا كورتيزون سكرهم نزل طبيعي. شفت ناس عندها مشاكل سكرها بقى 300، لما انتهت المشكله سكره بقى طبيعي. شفت ناس عندها غده ثيرويد، واخد بالك، وانت عارف زياده الثيرويد بيبقى انتي انسولين، لما عالجوا الغده السكر اختفى. شفت ناس في الحمل عندها سكر، لما الحمل نزل السكر اختفى. انا شفت الاف الحالات السكر اختفى. اقول لك على مفاجاه، في ناس كانوا بياخدوا انسولين 30 سنه، وبعد 30 سنه جالهم متاعب في الكلى، ما بقوش ياخدوا انسولين. عارف ليه؟ لان اللي كان بيكسر الانسولين هو الكلى، والكلى مش قادره تكسره. في حالات كتير جدا جدا بطلت علاج السكر. ولذلك اللي انا عايز اقول لك عليه، انه في نوع من السكر بيتظبط بالنشاط الرياضي والغذاء. انا دايما اقول للناس كده، خلي بالك احنا بنقيس السكر كل يوم، لو زاد السكر عن 200 يتظبط بقرص دواء، لو زاد السكر عن 300 ومش راضي ينزل بالاقراص باخد له 20 30 وحده انسولين، لو زاد السكر عن 400 باخد حوالي 40 وحده انسولين، لو زاد عن 550 وهكذا، وبتتقسم على جرعات. دايما بندي تلتين الجرعه الصبح والتلت بالليل. لو انا عندي انسولين ريزيستنس او حاله مقاومه للانسولين، عندنا 5 6 10 نباتات بنديها بتظبط السكر، يعني مش عايز اقول احسن من الانسولين، بس طبعا مع الدواء. يعني انا دايما بدي الحاجات الغذائيه بتاعتنا مع الدواء. استاذنكم في فاصل قصير ثم نعود ان شاء الله، انتظرونا في هذه السهره ان شاء الله. شكرا لكم. الصحة والجمال لون جديد للحياة. مشكلتك مع نفسك، مع جوزك، مع ولادك، مع أهلك، مشكلتك طبية، نفسية، اجتماعية، طب دينية، مالية، قانونية، مش لاقية اللي يسمعلك، احنا نسمعك، ننصحك، نساعدك، نحل العقدة معاكي. وانت لو محتاج تتكلم، محتاج حد يفيدك برأيه وخبرته، تواصل معنا، نتواصل معك، كلمنا نسمعك، اسمعنا ننفعك، وبالخبرة والعلم تنصحنا وننصحك. في برنامج نصايح نص الليل. الصحة والجمال لون جديد للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. عدنا بعد الفاصل واحنا بنشرح الحالات اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لعلاجها، وطبعا بنستقبل اتصالاتكم. معانا اتصال، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
ازيك يا دكتور جودة؟ الله يسلمك. كل عام وانت بخير. ربنا يخليك، اتفضل. والله يا دكتور انا بعاني من فقد البروتين. لا ارفع الصوت شويه. البروتين بينزل في البول يعني. بروتين في البول. ها. مع العلم ان انا الضغط عندي عالي دايما. يعني بيوصل 190 ل 110. فطبعا باخد ثلاث ادويه ضغط، كونكور وهزار ودواء ثالث، وما بيعملوش حاجه. فدي مشكله بعاني منها يا دكتور، مش عارف. حضرتك سنك كام سنه؟ عندي 50 سنه بالظبط. 50 سنه. حضرتك عندك مشاكل نفسيه؟ لا والله يا دكتور مفيش. طيب انت بتسهر كتير؟ يعني مش قوي. ما هو بص هقولك على حاجه، اسمع حضرتك وانام على طول. يعني لا تسمع حضرتي لغايه الساعه 2 بالليل يبقى انت كده مش هتنام كويس. انما انا عايز اقولك على حاجه جميله. اتفضل. هو لما تلاقي احنا عندنا المريض المفروض انه لو في ضغط بسبب الاوعيه، احنا عندنا الضغط ثلاث انواع مهمين. ضغط التهابات انفلاماتوري، يبقى انا عندي التهابات في حته ما من الجسم، عندي التهاب في الكلى، عندي التهاب في اللوز، عندي التهاب في اي حته. فده لازم اشوف اعمل وظائف كلى واعمل دهون الدم واعمل تحاليل زي السونار وغيره، اشوف ايه اللي جوايا. اهم سبب هو وظائف كلى حضرتك يا دكتور. نعم. وظائف كويسه جدا، وظائف الكلى كويسه. انا بقى دي نمره واحد. نمره اتنين ده الضغط الانفلاماتوري. في ضغط تاني سايكاتريك او سايكيك نفسي يعني. والضغط النفسي دون ممكن يكون عندي فكره بسيطه، فكره بسيطه جدا مزعلاني. ابني، بنتي، حاجه في الشغل، حاجه في السكن، يعني في كده طالع لي كلو في دماغي، فالكلو ده تعبني. في نوع ثالث اللي هو ايه؟ كومبنساتوري. يعني ايه كومبنساتوري؟ يعني انا عندي انيميا وسوء تغذيه وما بنامش كويس وهو فالضغط بيترفع علشان يعادل الانيميا والحاجات اللي عندي. يبقى انا عندي الضغط ثلاثه، يا انفلاماتوري حاجه ملتهبه، يا سايكيك حاجه نفسيه معرقاني، يا اما عندي حاجه بيعادلها الضغط، يعني الضغط بيعليها، زي الناس اللي عندها انيميا فبيرفع الضغط، بيرفع الضغط عشان يعادل الموجود. عادة لو المريض بياخد ثلاث ادوية والضغط ما بينزلش بنديله نص قرص مهدئ، ستيلازين مثلا، زولام، انافرانيل 75 خد نص قرص، أي قرص مهدئ نص قرص في اليوم هتحس إن أنت مش محتاج لثلاث أدوية ضغط. ماشي يا دكتور. واضح؟ طيب. يبقى دايما أقول لك إيه، خلي بالك إذا كان المريض بياخد اكتر من دواء ضغط والضغط ما بينزلش ياخد مهدئ. وطبعا يا ريتك تروح لايه؟ لدكتور بتاع امراض نفسيه وعصبيه افضل. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل الحالات اللي احنا قلنا عليها وقلنا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بحاجات بعلاجات جميله جدا وموفقه نعتمد على الله عز وجل. اول حاجه اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم على كتابنا روشتات غذائيه، قلنا ان اهم حاجه عندنا التغذيه، وبعد التغذيه اللي هو العوامل السته بتاعت المنظومه العلاجيه، اول حاجه التغذيه صح. تغذيه صح دي حط عندها 100,000 خط، لان الاعلانات، وانا يمكن كنت قلت الحلقه اللي فاتت الاثار المدمره والاخطار بتاعت الفاست فودز من الشيبسي والبيبسي والشوكولاته والمعجنات والسندوتشات اللي هي الفاست اللي هي السندوتشات السريعه دي، واتكلمنا بعد كده على حتى الأطعمة المخزنة لفترات طويلة في الثلاجات، وقلنا ان الطعام بعد شوية بتتكسر الروابط اللي جواه وبتحول الى ديد فود. يعني ايه ديد فود؟ يعني طعام ميت، يعني كناكل وكاننا ناكل، بالعكس الطعام يبقى ضار. معانا اتصال. ايوه ام محمود فضلي. ايوه اتفضلي قولي السؤال بتاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي يعني رجلي فيها قرحه جديده زي ما اكون لابسه بوت. القرحه دي مكانها فين؟ زي ما اكون لابسه بوت، يعني زي ما اكون رجلي محروقه من ورا ومن قدام. ده كف القدم من تحت؟ لا، القصبه والسمانه. طيب القرحه دي بتجيب دم وصديد وكده؟ ضغط بادويه كتير وجبت ويعني ودكاتره كتير قال لي او انسداد في الاوعيه الليمفاويه، فكل ما تفتح تعمل زي حرق كبير كده والاخر يفتح وما بتخفش خالص. عملت مزرعه بقالها يجي 3 سنين، عملت مزرعه وعملت اشعه وكده
لان الدكاتره خافوا تلمس العظمه من جوه، هي ما يعني ما لمستش العظم، لكنها هي عامله زي المحروقه وانا ما بنامش. انت سنك كام سنه؟ يعني الم شديد زي المحروقه، فعامله زي النار الايده بصراحه. حضرتك سنك كام سنه؟ انا 60 سنه. بتاخدي علاج سكر؟ باخد علاج. علاج سكر؟ ايه؟ عندك سكر؟ بقيسه يعني بيبقى مش عادي العلو اللي يعني، بس انا دكاتره الجراحه قالوا لي او امتداد في الاوعيه الليمفاويه. طيب شكرا لاتصالك. طبعا يعني احنا عندنا مشكلة بتاعت مريض السكر، ان مريض السكر بيبقى عنده زي البريفرال نيوروباسي او نيوروفر انجيوباسي، يعني عنده انسدادات في الاوعية الطرفية. جت من الانسدادات دي؟ لانه مرض السكر بيضرب لنا حاجتين، بيضرب الاعصاب والاوعية، وايه كمان؟ الاعصاب والاوعية، وبيعمل لنا مشكلة انه ممكن الاوعية دي تتسد وبالتالي مفيش دم، فيبتدي الجسم يعمل قرح. هنعالجه ازاي؟ بنعالجه بعلاج داخلي نظبط سكر، وعلاج خارجي. العلاج الخارجي ده مهم جدا جدا في ثلاث حاجات مهمه هقول عليها. معانا اتصال، اتفضل. ايوه يا ايمان، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا دكتور عملت تحليل دم كده للمعده، الدكتور قال لي عندك مرض اسمه حلزوني في المعده. مرض ايه؟ مرض اسمه ميكروب اسمه حلزوني. حلزونه؟ طيب في فم المعده حضرتك. وبعدين المراره عليها ثلاثة رمله، حبيات رمله صغننين كده 2 مللي، وبعدين بيحصل لي الم شديد قوي في فم المعده. جامد يعني يا دكتور. الميكروب ده ممكن ياثر على انا هنقل حقن مجهري، يعني هعمل لنقل، ممكن ياثر على الاجنه ولا حاجه يا دكتور؟ اي ميكروب ياثر؟ طبعا الادويه بتاعه الميكروب الحلزوني احنا بندي ثلاثة، حاجه منها انتي بايوتيك، وحاجه منها انتي اللي هي بيسموها انتي بروتوزول زي المترونيدازول، وبندي منها حاجه زي الاوميبرازول. الثلاثه دول ساعات بنحطهم في دواء واحد اللي هو العلاج الثلاثي، او ندي الثلاث ادويه. طبعا المفروض انه الميكروب الحلزوني ده بيجي للناس اللي هي بتشرب حاجات ساقعه كتير وتنام تحت مروحه او تكييف، كويس. لكن انا علشان احافظ على المعده، خلي بالك نص كوبايه ميه مغليه، نص كوباية مية مغلية، سامعاني كويس؟ مع حضرتك. نص كوباية مية مغلية تشربيها قبل الأكل مرتين ثلاثة كل يوم. عايزة أسرع قضاء للميكروب الحلزوني، هاتي معلقة عرق سوس، معلقة عرق سوس. شربته كتير خالص في رمضان. استنيني، اسمعيني كويس. اتفضل. معلقة عرق سوس بودرة، وجيبي ربع كوباية مية ومعلقة صغيرة عرق سوس بودرة، وتقلبيها كويس أوي 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 أوي، وبسم الله وتشربيها. مش عايز العرق سوس بتاعنا ده اللي عليه رغاوي وقد كده، ده انا عايز ربع كوبايه مركزه. فالعرق سوس بيخلي كل قرح المعده والامعاء تلحم. الميه السخنه نص كوبايه ميه سخنه قبل الاكل، يا رب يكون كلامي واضح. ايوه. ونبعد عن المروحه واي حاجه ساقعه. انا بشرب صراحه دايت كتير وحاجه ساقعه عشان خاطر ربنا. انا بقول لحضرتك والله العظيم في ناس جات لي والقرحة دي لفوا بيها على كل الدكاترة، وندي بقى كونتور لوك ولوزيك وزانتاك والأومي برازول والحلزونة. ياما الحلزونة، وأنت عارفة بقى الحلزونة، واخدة بالك؟ الحلزونة دي يا دكتور هي القرحة؟ الحلزونة دي ماما بيسموها الهيليكوباكتر، وساعات يعني دي بتنشط للناس اللي هي عندها ضعف مناعة، والناس اللي هي بتشرب حاجات ساقعة كتير وبتشرب مية ساقعة كتير وبتقعد تحت مروحة. المعدة عايزة دفى. وأنا لسه كنت بشرح دلوقتي وبقول يا جماعة، واحد عامل عملية اللوز يشرب حاجه سخنه ولا دافيه ولا بارده؟ قالوا بارده. ليه بارده؟ علشان الاوعيه تقفل، يبقى الحاجات البارده بتخلي الاوعيه تقفل وبالتالي تظهر قرح. ايوه واضحه. واضحه مع حضرتك. يبقى انا دلوقتي يعني لازم انا اعاهد ربنا اعرق عشان اخف. يعني الميكروب ده ممكن ياثر على الاجنه ما يخليهاش تكمل ولا اي حاجه؟ مش الميكروب اللي هياثر على الاجنه، اللي هياثر على الاجنه ضعف المناعه، واللي هياثر على الاجنه الدواء. الادويه اللي انا هاخدها كتير عشان الميكروب يعني اكيد هتعملي تشوهات في الجنين. طب انا لسه قدامي شهر، ممكن اخد العلاج ولا بلاش منه؟ انا قلت لحضرتك على العلاج بتاعي، قلت لك هتاخدي نص كوبايه ميه مغليه قبل اي اكل. وهتاخدي معلقه عرق سوس مره واحده في اليوم او مرتين صبح وليل. ولو قدرت تشربي ميه شعير تبقى كتر خيرك. المهم لما تعطشي اشربي حاجه سخنه، اي حاجه خفيفه، شاي خفيف، ينسون، نعناع، وعليه شريحه ليمون بقشره. اتفقنا؟ ان شاء الله جربي ده اسبوع وهتلاقي القرحه اختفت تماما. طب الميه الدافيه ممكن احط عليها ميه عسل ولا بلاش؟ انا افضل ان احنا نخلي الميه بتاعت ربنا معلهاش اي حاجه. طيب يا دكتور ماشي، مع السلامه.
نرجع تاني ونكمل اللي احنا بدأناه، ازاي ان احنا نبتدي نعالج نفسنا بطريقة بسيطة جدا ونبعد عن اي تعقيدات. معنا اتصال، اتفضل. ايوه يا نجوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك، اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عمري دلوقتي 62 سنة. ايوه ماشي. بقالي 15 سنة عندي خشونة في مفصل الركبة. ايوه اتعالجت كتير يا دكتور. اخر دكتور رحت له قال لي انت محتاجة يا اما تغيير مفصل يا اما الحقنة اللي بتتاخد في الركبة. اخدت الحقن اللي بتتاخد في الركبة دي ثلاث اسابيع ورا بعض. ماشي حضرتك، ما عملتليش اي حاجة. المهم بعد كده رحت لدكتور تاني قال لي انت عندك خشونة من الدرجة الرابعة وعندك تآكل في الغضاريف وعندك رشحة على الركبة. بقالي 3 شهور دلوقتي ماشي على علاج الدكتور كتبهولي بدون نتيجة. حضرتك وزنك كتير؟ وزنك تقيل؟ ايوه وزني حوالي 92 كده. تمام كده. طيب حضرتك كنت شغالة وقعدتي؟ لا يا دكتور لا. طول عمرك ربة منزل؟ طيب كنت بتعالجي من السكر او حاجة؟ لا عندي ضغط، بتعالج من الضغط العالي. الضغط المرتفع. يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجتين، عندنا السمنه زائد الضغط، مش كده؟ باخد نوعين علاج ضغط، الصبح نتريليكس اس ار اس ار وبالليل كونكور 5 بلس. طيب هل بتقيسي الضغط بانتظام؟ اه بقيسه، عندي جهاز في البيت وبقيسه على طول، ضغطي عالي يا دكتور. يعني كام على كام؟ يعني بيوصل ل 180 190 كده يعني. طيب شكرا لاتصالك، هنقول لك على الاجابه. دلوقتي احنا عندنا مشكلة اسمها مشكلة المفاصل، ومشكلة المفاصل دي بيعاني منها الناس اللي هي ما بتتحركش كتير، يعني ما بتمشيش كل يوم ساعة مثلا. طيب نعالج ألم المفاصل دي ازاي؟ معانا اتصال. الو. ايوه دكتور معايا؟ اتفضلي يا فندم. انا عندي الكراتينيه عاليه وعندي ضغط عالي بس. ايوه انت سني كام سنه؟ انا سني 45 سنه. 145؟ 45 سنه. 45 سنه. 45 سنه. طيب طيب ها ايه بقى اللي بيوجعك؟ وعندي الكراتينيه عاليه، انا صمت والضغط عالي وجسمي دايما في النازع. انت بتغسلي كلى ولا حاجه؟ وبراجع على طول. بقول لك انت غسلتي كلى قبل كده؟ لا. طيب طيب دلوقتي الضغط عالي وبرجع على طول. علامات الضغط العالي والترجيع باستمرار لازم اروح اعمل وظائف كلى، لازم. انت قلت لي الكرياتين بتاعك كام؟ كام؟ اخر مره ليا فتره عملته حوالي 3 الا ربع. 3 الا ربع؟ اه ده مواعيد القطر، ده في قطر 3 الا ربع. يعني كان 3 الا ربع. ما اعرفش انا، يعني ما اعرفش انا. طيب حاضر، شكرا لاتصالك. معانا محمد. ايوه محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اتصلت بحضرتك قبل كده دكتور بخصوص البروتين. حضرتك ما رديتش عليا بخصوص زياده نسبه البروتين. ما انا قلت لحضرتك ان دايما لما بيبقى الضغط عالي خلي بالك الضغط ده بيضغط دايما على الـ نقول عليها الفلاتر بتاعه الكليه فبيفوت بروتين. يعني زي ما اقول ايه، المفروض انه بيحصل فيه ري ابزوربشن او اعاده امتصاص للسوائل في اللوبس او هينز اوف لوب او الممرات بتاعه الكلى علشان ينزل بول لا فيه سكر ولا في بروتين ولا في كرات دم. فلما الضغط يزيد هتبص تلاقي المصافي بتاعه الكلى وسعت فنزلت بقى كرات دم ونزلت بروتين اللي هو الماكرو جلوبولينز او الحاجات الكبيره اللي ما كانتش المفروض تعدي. ايوه فلو احنا ظبطنا الموضوع ده، هم عاده الدكاتره كانوا بيدوا للموضوع ده كورتيزونات، لكن احنا عاده بنديله حاجات تانية تحافظ على الكلى. يعني انا بدي ميه شعير وبقدونس، بدي الصمغ العربي ولبان الذكر، نص معلقه الصمغ العربي ونص معلقه لبان ذكر على نص كوبايه ميه سخنه الصبح. ايوه دي بتخلي الكليه حاجه تانية خالص. بظبط انا الضغط بخمس فصوص قرنفل،
لما تيجي تشرب اي حاجه سخنه حط عليها الخمس فص قرنفل، او حط لي فصين قرنفل في بقك الصبح والظهر وبالليل. ظبطنا الضغط، الضغط قل، وظبطنا الكلى ان شاء الله باذن الله تعالى. البروتين اللي في البول يختفي، التورم يختفي، والضغط ينضبط. اتمنى ان انا اكون جاوبت على الاستاذ محمد اللي هو موضوع البروتين والضغط العالي. والاستاذه ام شيماء اتكلمنا على موضوع النسيان وايه علاقته بالهرمونات، واتكلمنا كمان على الاستاذه ام محمود كانت بتشتكي من قرحه المعده، وقلنا اسف يا ربي القرحه الشديده في الساق، وقلنا لها ان القرحه بتاعه الساق، القرحه بتاعه الساق اللي هي ناتجه عن مرض السكر، بيبقى عندنا انسدادات في الاوعيه، فلما بيبقى في انسدادات في الاوعيه بنبتدي نعمل ايه؟ نبتدي بتعمل يا اما قرح يا اما تعمل غرغرين. طب علاجها ايه؟ علاجها في الطب انه يقعد يداويها بشويه مضادات حيويه وشويه بتاعات، لكن احنا بقى بنعمل حاجات تانية خالص، خمس ست حاجات بنعالج بيها القرح والغرغرين والحاجات دي. ازاي؟ اول حاجه انا بعمل تدليك ومساج من فوق، من فوق من عند الفخذ على تحت نص ساعه بالزيوت، نص ساعه ثلاث مرات في اليوم. بتعمل كده ليه يا دكتور؟ علشان اوسع اوعيه جديده. تاني حاجة بعمل نوع من الحجامة الجافة أو المتزحلقة، ليه؟ عشان أعمل نيوكولاترالز. تالت حاجة مهمة بعملها إن أنا بجيب حاجات بقى تعمل زي ما يكون اللوكال انفلاميشن، حاجات موضعية، بنحط حنة بقرد بخردل بتشتغل بتوسع الأوعية الطرفية وبتعمل لي أوعية جديدة. خمس ست حاجات، منها الزيوت، منها التدليك، منها الحنة بالقرد بالخردل. لما الجرح بيبقى واسع قوي ومش نافع معاه اي حاجه بنحط حاجه اسمها فروبليز على عسل نقي وبنعملها. طبعا اول ما عملنا التجارب دي كان في طب عين شمس، وكان دكتور محمد مزيد، وكان بيقول لي على حاجه غريبه، الجرح بتاع العظم اللي كان يطهقني من المضادات الحيويه كنت بحشيه عسل في قلب مستشفى طب قصر العين دمرداش. معايا اتصال؟ ايوه يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. لو سمحت عاوز اسال الكتاب اللي سيادتك طلعته الجزء السابع. بيتباع فين؟ حاضر هقول لك عليه حالا. اتفضل. احنا طبعا كتابنا، حاضر ثواني، كتابنا روشتات غذائيه زي ما بقول لحضراتكم بيتوزع في المكتبات الكبرى في جميع انحاء مصر والعالم، وصل الخليج دلوقتي. لو مش عارف توصل للنسخه هتتصل بدار صرحة او تتصل بالعيادة. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضلي. يا دكتور لو سمحت، انا ابن اختي عنده فشل كلوي. ايوه. ليه اربع سنين. بيغسل. ودايما عنده لما اخذ الدم ضعيف على طول عايز نقل دم. والضغط عالي على طول، مع ان بياخد علاجين او ثلاث علاجات ودايما الضغط عالي. هو سنه كام سنه؟ 29 سنه. 29 سنه. بيشتغل ولا قاعد؟ لا ما بيشتغلش والله، هو كان في السعوديه والحمد لله يعني على كده. طيب حاضر، شكرا لاتصالك. احنا طبعا يعني كنا بنتكلم دلوقتي على يعني الفشل الكلوي، وبنقول انه مريض الفشل الكلوي ده هتلاقي عنده ضغط عالي وانيميا. انا مش خايف من الضغط العالي ده، ليه؟ لان حضرتك انا قلت الضغط ثلاث انواع، يا اما انفلاماتوري ناتج التهاب، يا اما سايكيك حاجه نفسيه مشكله، يا اما كومبنساتوري حاجه بتعالج الانيميا. الراجل ده عنده نقص دم وبننقله دم باستمرار، فربنا خلى له الضغط يعلى عشان شويه الدم اللي عنده يوصلوا للاطراف ويوصلوا للمخ ويقدر يمشي. فانا مش زعلان من الضغط بتاعه، حتى لو وصل 180 على 100 مش زعلان. ليه؟ لانه لازم الضغط يعلى عشان يوصل كميه الدم القليله دي، فانا مش زعلان من الضغط. يعني عشان نمره واحد. نمره اتنين، هو ليه الضغط مرتفع؟ علشان حاجتين، عشان الانيميا اللي عنده وعلشان الحاله النفسيه. انا بغسل يوم وانام يوم، واغسل يوم وانام يوم، والدكاتره بتوع الغسيل بيقولوا لي ان لا امل، خلاص انت كده 29 سنه تموت. 29 سنه تموت بقى، يوم غسيل ويوم نوم، يوم غسيل ويوم نوم، في امل؟ طبعا في امل، ان شاء الله باذن الله تعالى لو جيت لنا هنرجع لك الكلى سليمه تاني ونرجعك للحياه. معانا اتصال. ايوه ايمان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه
لو سمحت يا دكتور، انا عندي استشعاعات في السن جامده جدا والتهابات جامده، وخدت علاجات كتيره جدا، كورتيزونات ومضمضه وجل ودهانات، ومحدش عارف يشخص لي حالتي لحد دلوقتي، لان انا بقالي 3 سنين في المشكله دي ومش عارفه اوصل لحل. يعني انت سنك كام سنه؟ انا عندي 34 سنه. 34؟ ايوه. فانا مش عارفه اصلا ده جه فيها اصلا، هي تخصص ايه، بطنه ولا جلديه ولا اسنان؟ هي التهابات رحم؟ لا مفيش، لا التهابات موجوده في اللسان، وبقوم الاقي لساني كله ابيض ومتشقى ومتقطع كله من بعضه وبيطلع. طيب هستاذن حضرتك بس، انت بتاخدي حاجه لمنع الحمل؟ لا ما باخدش اي وسيله، بس الاولاد. طيب حضرتك بتسهري بالليل؟ يعني النوم مش منتظم. طيب بتشتغلي بالنهار؟ مفيش شغل؟ يعني شغل البيت العادي. ما هو شغل البيت العادي بيكسح الناس كلها، هو شغل البيت العادي بيجيب للناس مناعه؟ لا اقصد ان حضرتك مفيش شغل، يعني مش موظف ولا حاجه. لا انا اقصد، انا لما بقول لحد اشتغل يعني بيخرج ساعه يتمشى الصبح في الشمس وساعه وهو راجع، الساعه رايح وساعه جايه دي هي دي بتاعت المناعه، يعني هي دي بتاعت القوه. الناس بقى اللي هي ما بتشتغلش ما بتخرجش ساعه الصبح ولا ساعه اخر النهار، فلازم تعمل بقى ساعه مساج، ساعة مثلا تروح الجامع وترجع مرتين ثلاثة، ساعة يعني تشترك فيها في نادي مثلا، لازم الحركة، لأن الحركة دي أنت بتقولي عندي التهابات في بقي، خلاص الالتهابات اللي في البق دي نمرة واحد بتبقى نتيجة كسل، كسل. نمرة اتنين بتعكس حالة أمعاء. نمرة ثلاثة بتعكس حالة بقى مواد غذائية أنا باكلها غلط، شوكولاتة ومانجا وكولا وفول وطعمية وهكذا. يبقى أنا جالي ناس عندها التهابات في اللسان والفم لا تلتئم، اتعالجت بنمرة واحد النشاط الرياضي، لازم تمشي ساعة كل يوم في الشمس. نمرة اتنين بتبعد عن الكولا والشوكولاتة والبيبسي والفول والطعمية والقهوة والشاي التقيل والحاجات دي. نمرة أربعة بتتمضمض بمغلي قرنفل أو خمس ست فصوص قرنفل في بقها طول النهار. والحاجة الأهم لو كان عندها مشكلة نفسية بنديها حاجة مهدئ علشان نقدر نعدي المرحلة النفسية. لو أنت جربت الحاجات دي وما لقيتيش فيه فايدة شرفيني إن شاء الله، وأسبوع بحاله، أسبوع واحد بس كل التهابات تختفي. معانا اتصال. أيوة يا مريم. ألو. أيوة يا مريم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم أيوة السلام دكتور. ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا بشتكي بقالي سنه دلوقتي من عندي فطريات في صوابع ايدي ورجلي، ورحت لدكتور جلديه وماشي على العلاج، يقول لي هو ده العلاج بتاعك، اداني محلول ازاثر اللي هو تروسيد وحبوب اسمها تربن ومس كده اسمه مس كستلاني. انت سنك كام سنه يا مريم؟ انا 30 سنه. 30 سنه عندك فطريات؟ انت بتعالجي من السكر؟ لا. بتاخدي حاجه لمنع الحمل؟ لا ولا حاجه لمنع الحمل. ما هو بصي، الفطريات ما بتتجرأش على البني ادمين الا في حاله ضعف شديد للمناعه. ضعف شديد للمناعه ده يا اما اضطراب هرموني، يا اما اضطراب نفسي، يا اما انا عندي مرض مزمن. يعني يا اما ان انا قلقانه باستمرار، يا اما ان انا عندي سكر او عندي حاجه اضعفت المناعه بتاعتي. لكن انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انت طبعا هتعملي تحليل سكر. لا يا دكتور، انا شعري على طول بيقع، يعني انا بقالي سنه خدت علاجات كتير واداني الدكتور فيتامينات كتير وغيرت الدكتور برضه، بس نفس الدكتور الثاني قال لي برضه نفس الدواء انت هتمشي عليه، هو ده علاج فطريات وفيتامينات عشان شعرك. يعني انا تعبت، تعبانه قوي من الموضوع ده، وضوافري بدوس عليها جامد، يعني بتبقى بتقلني كاني كده تبوس فيها. بص يا ستي، انت دلوقتي عندك حاجتين، عندك املاح عاليه جدا، وهذه الاملاح مترسبه في الشعر بتوقعه، ومترسبه ما بين ضوافر الايدين او ما بين ضوافر الايدين وما بين سنايا الايدين والرجلين مبوظاه. حضرتك هتبعدي، اسمعيني كويس، هتبعدي عن الفول والطعميه والكولا والشوكولاته والمانجا، ها، واللحمه الحمراء والكبده واللانشون والكلام ده، خلاص. وبعدين هتجيبي حاجه اسمها حنه زائد ارض. عارفه الحنه بتاعتنا؟ حنه وارض. حنه وايه؟ وقرض. اسمه قرض، قرض، قاف، ره، ضاد، قرض، ساعات بيسموه صنط. هتجيبي كميات متساويه من الحنه والقرض وتعجنيها، وبعدين تغطيلي الصوابع الايدين والرجلين والمناطق المصابه، تعجنيها بميه، خلاص. حضرتك يا دكتور ده هي في الضوافر. ايوه يا فندم، ما انا بقول لك هتغطي الضوافر كل ليله، والصبحيه تدهنيها او تدعكيها بزيت زيتون.
سهله. تفضلي على كده كل ليله لمده اسبوع، هتختفي الفطريات اللي في الضوافر. لو ما اختفتش لازم تعملي تحليل سكر، لازم تحليل سكر في الدم. شكرا لاتصالك. نكمل. عطيات اتفضلي. الو. ايوه عطيات. الو. قولي يا فندم السؤال بتاعك. ايوه يا دكتور، انا عندي سكر، عندي سكر بقالي يعني حوالي بتاع 25 سنه كده. ف يعني باخد انسولين لانتوس، وفي انسولين تاني كتبهولي مش عارفه اسمه ايه كده، امبوله زرقاء كده. فباخد 20، كان بيقول لي 25 الصبح قبل الفطار، فتعبت منه. وباخد 20. وفي انسولين لانتوس باخد 40 واحده بالليل. انت سنك كام سنه؟ نعم. سنك كام سنه؟ 71. هو ال 70 سنه بياخد نوعين انسولين؟ مش عارف والله يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك يعني اللي بنديله اكتر ابد وبنديله حاجه سريعه ده الطفل اللي بيرمرم وبياكل شوكولاته وبياكل بتاع، انما اي واحد كبير بنمشيه على الجدول. الجدول بيقول ايه؟ اقيس السكر بتاعي صايم. السكر بتاعي اعلى من 200 باخد 20 وحده اللي هو الميكستارد او الحاجه طويله المفعول. اكتر من 30 باخد 30 وحده، اكتر من 40 40 وحده، اكتر من 50 50 وحده وهكذا. اكتر من 500 يعني السكر اكتر من 200 20 وحده. السكر في الدم اكتر من 300 يبقى 30 وحده انسولين. السكر في الدم اكتر من 400 يبقى 40 وحده وهكذا. لكن خلي بالك لو السكر في الدم اقل من 200 ممنوع الانسولين. ممنوع الانسولين خالص. طب انا ماشي مع الدكتور اشرف عطيه. طب انا دلوقتي انت بتسالي الدكتور جوده محمد عواد. ايوه يعني كل الاساتذه على عيني وعلى راسي. طب بص يا دكتور، انا من ساعه ما خدت الانسولين اللي هو الثاني ده مش عارفه اسمه ايه كده، امبوله زرقاء كده اللي هو 20 وحده، جنبي وجعني بقالي شهر ونص اهو. طب حضرتك يا فندم انت فهمتي اللي انا قلته؟ نعم. انت فهمتي اللي انا قلته؟ ايوه. انا قلت احنا بنحدد الجرعه على ايه؟ على اساس ايه؟ على اساس السكر في الدم. ايوه. يعني انا مش هاخد جرعه على الفاضي ولا 20 ولا 30 ولا 50 ولا الكلام ده، انا بحدد الجرعه على اساس ايه؟ ايوه. طب يا دكتور انا عايز اجي لك والله. طيب اهلا وسهلا تنوري. انا بس دلوقتي عايز افهم قاعده. نعم. انا عايز افهمك حاجه. أيوة. ان جرعه الانسولين بتتغير حسب السكر، مفيش حاجه اسمها جرعه ثابته. يعني انا النهارده سكري 300 خدت 30 وحده. ايوه. بكره بقى سكري 200 150 مش هاخد انسولين. واحده سكرها 100 تاخد انسولين؟ لو واحده سكرها 100 تاخد انسولين؟ مش عارفه والله يا دكتور، يعني ساعات يبقى 150 ساعات 200. ما انا افهميني يا حاج، دلوقتي احنا بنحدد الجرعه، جرعه الانسولين بتتحدد على قد مستوى السكر في الجسم. لو انا خدت جرعه انسولين زياده اخش في غيبوبه نقص سكر، ادوخ ادروخ. ايوه انا ساعات كده بيجيني دوخه يا دكتور. عرفتي بقى احنا ليه بنحدد الجرعه؟ بنحدد الجرعه عشان لو خدت جرعه انسولين زياده يجيني غيبوبه. ايوه صح صح. فهمتي؟ اليومين اللي فاتوا دول يعني كنت بدوخ، وساعات كنت اقوم لازم اقوم من على السرير كده من الدوخه. طيب عرفتي احنا ايه؟ عرفتي ليه بنحدد الجرعه؟ وجنبي يا دكتور جنبي الشمال ده دايما بقالي شهر ونص اهو. يبقى انت بتاخدي جرعه زياده يا حاج. مش راضي يخف خالص. طيب شكرا لاتصالك وهكمل الاجابه، شكرا. طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا. ها؟ في اتصال؟ طيب اتفضلي معانا اتصال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا رب. لو سمحت انا كنت تعبانه جيوب الانفيه بقالي 3 سنين تعباني، وعملت اشعه مقطعيه طلع فيها ان الجيوب الانفيه كلها مسدوده الا الجيب واحد في قاع الجمجم. فالدكتور اعطاني علاج اسبوعين، وبعدين رحت عملت اشعه، هنعمل اشعه ان شاء الله يوم السبت. قال لي عمليه اول ما شاف الاشعه المقطعيه الاولى. عمليه ايه؟
تنظيف وتوسيع، بيقول لي في لحميه كتيره في الجيوب الانفيه كلها مقفوله ما عدا جيب واحد بتتنفسي منه. ليه وانت عندك كام جيب؟ انت عايشه ازاي يا بنتي؟ انت عندك كام جيب؟ ايه؟ في كام جيب عندك؟ ما اعرفش والله ما اعرف. يعني انا اعرف القميص له كام جيب، بيبقى جيب واحد مش كده؟ يعني انت عندك جيب شغال والاربع جيوب مقفولين؟ ايوه والله يا دكتور ما فيش الا جيب واحد بتتنفسي منه. طيب ماشي. أيوة. شكرا لاتصالك. طبعا واحنا بنتكلم على الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه بتبقى التهابات مزمنه، وده لينفويد تيشو يعني نسيج لمفاوي نتيجه الاحتقانات، فبيلتهب ولما يلتهب يقفل. طبعا احنا عندنا شويه فتحات في العظم كده بيخش فيها الهواء، سواء كانت فرونتال فوق او يعني برانيزل او في المجزيلري، او دي اسمها فتحات اسمها الجيوب الانفيه. مفروض ان الهواء بيخش فيه يعمل فونيشن. ليه فونيشن؟ يعني يعمل صوت جميل. لو اتسدد هتبص تلاقي المناخير اتسدد فالصوت يخنف. الصوت يخنف ليه؟ عشان الجيوب الانفيه اتسدد. لو اتفتحت المناخير يبقى الصوت كويس. دي انا ما بنصحش دايما بعمليات اللحميه، لان عمليات اللحميه من العمليات المرتده زي عمليات البواسير والتسليك ومش عارف عمليات دول الخز، كل دي عمليات مرتده ممكن تعملها 10 مرات وترجع تاني. معانا اتصال. ايوه صفاء. يا دكتور السلام عليكم. ايوه ازاي حضرتك؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور بس كنت عايز اسال حضرتك، لان انا جوزي يعني مصاب بالسكر بقاله تقريبا 4 سنين، وانا مش سامع الام في رجليه، ففوجئنا يعني ان احنا كشفنا فطلع عنده التهاب في الاعصاب، وقالوا منه ان هو ابتدى يعدي المرحله المتوسطه. التهاب في الاعصاب. هو سنه كام سنه؟ 36 سنة. أني أعصاب اللي بتوجعه؟ آلام في رجليه، وبعدين وبعدين هم نصحونا إن احنا نعمل جلسات بالليزر. عملنا جلسات الليزر ومفيش أي تحسن، والحالة بتزداد طبعا سوء وآلام شديدة. حضرتك عارف مفيش أبدا نوم أبدا أبدا. الله. وبعدين فوجئنا من برضه من أسبوع إن هو جاله التهاب في العصب السابع. هو اللي عنده 36 سنة ده بيشتغل إيه؟ حضرتك موظف. طب وموظف وصل لالتهاب العصب السابع والتهابات ايه المصايب اللي عنده دي؟ بسبب السكر، هو مريض سكر. طب مش كل مرضى السكر عندها الكلام ده؟ يعني انا عشان اوصل لالتهابات شديده كده و يبقى السكر مش منتظم. مش كده ولا ايه؟ طبعا. طيب؟ طبعا. يعني الام القدمين دي انت لسه سامعاني دلوقتي، الام القدمين لو هو عنده الام قدمين في بنحط عارفه الحنه؟ طبعا عارفه القرض. عملناها. 3 معالق حنه وثلاث معالق قرض ونص معلقه خردل. دي بيحطها عجينه تخينه على رجليه بالليل كل ليله. بيختفي الالم اينما كان. يعني مهما كانت درجه الالم. طيب حضرتك ما بتنصحناش بالحجامه؟ ما هي الحجامه دي لو كانت عنده الاوعيه الدمويه تسمح، ولو كان عنده صوره الدم تسمح، ونشوف مستوى السكر ايه، لان لو السكر عالي قوي مش متظبط ما نقدرش ننصحه بيها، لانه ممكن يكون دايما السكر عالي بيعمل سيوله. وعادة مريض السكر انا بنصحه بان هو يعمل السكر سائل مفاطر، وبنصحه يعمل دهون الدم. ليه دهون الدم؟ عشان اعرف الدهون اخبارها ايه عنده، لان احتمال يكون الدهون العاليه دي عامله لنا مشكله. واضح؟ قبل ده كله انا بسال انت عندك 36 سنه ايه اللي موصلك لده كله؟ يعني واضح طبعا ان هو اكيد يعني عدم انتظام في الاكل، ممكن موضوع نفسي. هو على فكره بيشتغل يعني هو شغله بيخرج وبيمشي كتير. يعني حضرتك انا بسمعك دايما بتقول لازم يبذل مجهود ولازم يمشي، هو بيمشي كتير. ما هو حضرتك يمشي كتير ده له حدود، وانت عارفه دايما ان احنا بنقول ان ساعات النوم تزيد شويه عن ساعات العمل ساعتين. يعني لو انا بشتغل 8 ساعات لازم انام 10، ولو بشتغل 10 ساعات انام 12. لا هو مضطرب دايما جدا وما بينامش غير بعد صلاه الفجر، وممكن ينزل الصبح. لا ما ينفع كده، كده احنا بنستهلك الاله البشريه بدري بدري. يعني انا حضرتك انا بنام عشان اعمل ريكفري، يعني الاوعيه تتغسل والخلايا تتغسل والمفاصل تتجدد، كل ده وانا نايم. فدايما بنقول يا جماعه لو سمحتوا الانسان العادي اللي ما بيتحركش يمين ولا شمال وقاعد في بيتهم ده ينام 8 ساعات اللي ما عندوش مرض. لكن دايما الانسان اللي بيشتغل، بشتغل 8 ساعات بنام 10، بشتغل 10 بنام 12، ده اذا كنت عايز صحه محترمه. عندنا في الطب اللي بيشتغل 12 ساعه لازم ينام قدامه 12 ساعه، ده الدكتور خد نبطشيه 24 ساعه بنديله اجازه بعدها 24 ساعه ينام. دايما ساعات النوم تساوي ساعات العمل.
لو العمل مرهق يبقى ساعات النوم تزيد عن ساعات العمل ساعتين. طيب حضرتك ممكن تنصحنا ان هو ممكن ياخد اي حاجه تنيمه لان هو ما بينامش طبيعي؟ اي قرص مهدئ منوزولام مش عارف زناكس ستيلازين اي قرص. وبعدين يعني ما يفضلش ان انا يعني اكتبه له على الهواء، ممكن قوي يعني يعدي على اي طبيب. الحمد لله المراكز الطبيه دلوقتي بقت منتشره ومش عايز اقول في الجوامع والكنائس والمراكز يعني كشف بسيط هيديله قرص مهدئ صغير، بس لازم ينام. لما ينام الاعصاب الطرفيه تهدى، لكن انا هديله مسكنات مسكنات هقفل له الاوعيه وهبوظ له الكلى. يعني اغلب الناس الكلى بتاعتها باظت من كتر المسكنات. طيب سؤال، هل التكييف يعني هل الهواء البارد اللي بينام فيه احيانا بالليل ممكن ده ياثر برضه على الاعصاب؟ طبعا يا فندم، خلي بالك معايا، الهواء البارد ده بتاع التكييف عمل لنا خديعه كبيره جدا. اول حاجه اللي بينام تحت مروحه او هواء بارد وينام، الهواء البارد اللي هو التكييف اقل من 26 27 يعني التكييف يوصل ل 22 يكسر العظم. يكسر العظم ويقفل الاوعيه. انا لسه بقول دلوقتي الحاجات السخنه بتفتح الاوعيه، العرق بيفتح الاوعيه، البروده بتقفل الاوعيه. خلي بالك كويس، فاللي نايم تحت مروحه او نايم تحت تكييف هيقوم جسمه متكسر واوعيته مقفله وعنده التهابات فظيعه وزي ما يكون ماشي على مسامير. الحكايه دي مش عايز اقول لك مع ثلاث ارباع المرضى. اول ما واحد بيجي لي بيقول لي انا بقوم من النوم جسمي كله متكسر، بعرف انه يا نايم تحت مروحه يا تكييف. طب الجو حر يا عمي، لو في مروحه يبقى جانبيه، ما ينفعش المروحه تبقى فوق السرير، ما ينفعش والله. ما ينفعش المروحه فوق السرير، ما ينفعش. يعني طيب ده خطا. بالنسبه للانسولين اللي هو بياخده، طبعا هو بياخد 30 وحده بالليل وبياخد اقراص بالنهار. حضرتك هو بياخد الاقراص وال 30 وحده على اي اساس؟ انا سمعت حضرتك دلوقتي وفهمت ان احنا لازم نعمل تيست الدم ده قبل الفطار. لازم. انا فهمت النقطه دي، ده في كل بلاد العالم دلوقتي يوميا. حضرتك انا بقيس السكر صايم الصبح، لقيت سكر صايم 100 اخد انسولين ازاي؟ لا ماخدوش خلاص، حضرتك قلت انما انا لقيته 200 باخد 20 واحد، لقيته 300 باخد 30 واحد، 400 وهكذا. لكن انا سكري صابح الصبح 50 60 واروح واخد 40 وحده؟ ايه الجنان ده؟ صح صح. شكرا لحضرتك. عفوا. نكمل طبعا. احنا كنا طبعا جاوبنا على بعض الاسئله واتكلمنا على القرح بتاعه الاوعيه، القرح الساق، وقلنا ان قرح الساق دي بالنسبه لمرضى السكر او لاي مرضى بتبقى نتيجه انسداد اوعيه. بعض الناس بتخش بقى في امراض اكبر من كده، تدخل في فاسكولايتس، وخاصه الناس اللي بتدخن. في ناس بتدخن كتير قوي لغايه ما الاوعيه تقفل. معانا مين؟ ايوه عبير. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي 39 سنه. ايوه. عندي تضخم في الرحم. ايوه. وفي تليف. وحضرتك في بطانه مهاجره داخل جدار الرحم. فاثناء الدوره الم فظيع، ما بقدرش اتحرك الا بالمسكنات. وطبعا كميه الدوره غزاره. اتعالجت لمده سنه بهرمون دوفاستون. ما عملش اي تحسن. بعد كده في حاجه اسمها زيزان برضه هرمون. اخدته لمده شهر، قالوا لي المفروض تاخديه 3 شهور. فحضرتك مش عارفه اي حل للموضوع، يعني حتى ما فيش دكتور صرح لي ان انا مثلا اعمل استئصال للرحم او اخليه، هل لي علاج هل ملهوش علاج؟ وبعد كده في افرازات يا دكتور طول الشهر مخاطيه و و و ولونها غامق. انت متجوزه يا عبير؟ نعم. عندك اولاد؟ عندي ولد واحد. طيب عنده كام سنه؟ عنده 12 سنه. من ساعتها ما خلفتيش؟ خلفت بعد ما ولدته بثلاث سنين وحصل سقط. وبعد كده الانابيب اتقفلت، عملت اشعه بالصبغه ومقفوله. حضرتك تخينه؟ لا. رفيعه؟ طيب هقول لك على الاجابه. شكرا يا عبير. الله يرضى عنك يا رب. شكرا. يكرمك يا رب. عندي ثلاث مشكلات. المشكلة الأولانية في تضخم في الرحم وتليف وبطانة مهاجرة، وفي عندي مشكلة تانية اللي هي الآلام الشديدة أثناء الدورة، وعندي طب أنا ما لحقتش أجاوب. طيب يا محمد اتفضل قول. يا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور ماهر اسمك؟ اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. لو اتكرمت يا دكتور. كنت عندي من سنتين
خدت علاج، عملت عمليه استئصال ورم بالقولون، ورم كان كانسر، وخدت علاج الكيماوي لمده 6 شهور. والحمد لله بقى المتابعه من يعني بقى لي سنه ونص دلوقتي، والحمد لله النتائج كويسه يعني، النتائج كويسه. بعد في اول بعد اول 3 شهور من العلاج حصل عندي انخفاض في الصفائح الدمويه جامد يعني. وما زال انخفاض لحد الان، وبتعالج من الصفائح الدمويه. رحت لكذا دكتور بتاع امراض دم. يعني مره يطلع الاكسون مضاد، عملت كم تحليل يطلع الاكسون مضاد نيجاتيف، ومره طلع بوزيتيف، وبعدين لحد الان كله بيطلع الاكسون مضاد نيجاتيف. والدكتوره يعني قالت لي بنتعالج بحاجه اسمها ريبوليد. الريبوليد ده برضه لما وقفته برضه الصفائح نزلت تاني. وخدت برضه حقن اسمها ان بليت، اللي خدتها رفعت الصفائح، ولما وقفتها رجعت الصفائح نزلت تاني. فمش عارف انا يعني. هو انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. حضرتك بتنزف، في عندك نزيف؟ لا لا مفيش. طيب في نزيف انف، لسة، اي حته؟ لا لا مفيش. طيب في بقع زرقاء تحت الجلد؟ كانت بتسال لما بتنزل الصفائح ل 30,000 بتبقى في بقع زرقاء كده تحصل يعني. طيب تحت الجلد. حاضر، انا هجاوب على السؤال. شكرا لك. كنت عايز بس حاجه علاج للصفائح الدمويه، انخفاض الصفائح الدمويه ديت، لان انا مش عارف اوصل للموضوع ده ازاي يعني. حاضر يا فندم. حاضر، شكرا. الله يكرمك يا دكتور. شكرا. طبعا حد عنده ها؟ طيب زهور، اتفضلي يا زهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور محمد. نعم. لو سمحت، انا بقالي سنين بعاني من موضوع حاجه اسمها الفايبرومالجي. هو عندنا، انا كانت والدتي تعبانه برضه، ولي اخواتي برضه، اتعالجت بالاسترال، اتعالجت بال اخذته لمده كام سنه مع الدوكماتين مع التجريتول. دلوقتي باخد سيمبالتا دكتور والبرونوجابيك. يعني الالام مبرحه، ما بقدرش اعمل اي مجهود. يعني دلوقتي تلاقي لي كمان موضوع السكر، عشان كنت باخد الحقنه بتاعت ديبروفوس، خدتها كذا مره. فعايشه بالمسكنات كتير قوي، وجالي سكر قريب. انت سنك كام سنه يا زهور؟ انا 57 سنه يا دكتور. بتشتغلي؟ لا والله. ما بتتحركيش؟ يعني اليوم اللي اخرج فيه انا بحاول امشي كل يوم يعني. بس انا دلوقتي اي مجهود بعمله كواعي بتوجعني كتير. كان عندي اصلا عندي تليف في دراعي، كتافي، ظهري، كل يعني من راسي لرجليا. عايشه على المسكنات مع العلاجات دي. فالعلاج المرض ده قال لي، رحت قريب برضو الدكتور روماتيزم وكده، فقال لي في ارتشاح على الاعصاب، موصلات العصبيه. مش عارفه هل الموضوع ده ليه علاج ولا لا دكتور؟ طبعا ليه علاج. هو في حاجه مالهاش علاج؟ بص يا ست الكل، شكرا. اسمعينا من التلفزيون. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ام عبد الله اتفضلي. ايوه ام عبد الله. دكتور انا عندي تقريبا 43 سنه. ايوه. ومعاي ألم فظيع في أطراف أصابع إيديا، ونفس الشيء في الأرجل بعد، أطراف الأرجل أصابع. أنت عندك سكر ولا حاجة؟ لا أبدا. ما عندكيش سكر؟ عملتي تحاليل لقيتي مفيش سكر؟ لا مفيش. طيب عملتي تحاليل أملاح الدم؟ لا ما عملتش. أنت عارفة آلام الأطراف دي؟ احنا بنفكر في 4 5 حاجات. أيوه. اول حاجه بنفكر في السكر، نعمل تحليل سكر كل اسبوع. تاني حاجه بنفكر في الاملاح، يوريك اسيد، يوريتس. وتالت حاجه بنفكر في الوظيفه، تكوني انت بتستعملي منظفات صناعيه او صابون سائل او حاجه بتعمل التهاب في الاطراف. في ناس كده يعني، في ناس بتستخدم انواع من طيب نستبعد ده. ايوه. في نوع اخر بيسموه التسمم بالرصاص، تكوني بتشربي كنز كتير وحاجات محفوظه، ف
فالحاجات اللي انت بتاخديها عليها مواد حافظه عليها حاجات فيها اسمها تسمم رصاص، اول ما بيتعب بيتعب الام الاطراف. فبندور بقى اخر حاجه بنفكر فيها في الام الاطراف، لا عندك سكر ولا عندك املاح ولا عندك تسمم بالرصاص ولا بتستخدمي منظفات بتبوظ الايدين، اخر حاجه سايكيك بقى، يبقى انت عندك مشكله نفسيه. واضحه؟ ها الاتصال قطع. ها معانا سؤال تاني ولا ايه؟ نكمل. طيب نرجع بقى للاسئله اللي احنا كنا بنكملها. احنا كنا اتكلمنا على علاج النسيان، واتكلمنا على ضبط جرعه السكر، ازاي نظبط جرعه السكر بالانسولين. واظن شفتوني وانا بتخانق. معانا محمد، اتفضل. ايوه يا دكتور. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه للاكياس اللي متكيسه. الايه؟ كليه متكيسه؟ اه. طيب بولي سيستك كليه. عندي كليتين متكيسين و... اه. سني حوالي سني 53 سنه 54 سنه. طيب 53 سنه 54 سنه، الكليه المتكيسه دي انت اكتشفتها امتى؟ اي اكتشفتها امتى؟ ده من زمان يا دكتور، بقالنا على 15 سنه دكتور. طيب 15 سنه كده. 15 سنه. اي بتغسل كلى؟ لا انا ما بغسلش. طيب الحمد لله، يعني انت وصلت لسن 53 سنه والتكيسات الكلى موجوده. اه صح. انت دلوقتي بتدور على حاجه تقلل التكيسات صح؟ ايوه. طيب انت لما بتعمل وظائف كلى، وظائف كلى طبيعيه ولا عاليه؟ لا وظائف الكلى بتطلع طبيعيه. طبيعيه. ماشي يا فندم، شكرا لاتصالك. طبعا موضوع تكيس الكلى وانه الله يسلمك يا فندم. معانا محمد، اتفضل. السلام عليكم. لا دكتور، كنت اتصلت بسيادتك من بضع دقائق. اه. كنت نسيت اقول لسيادتك ان كان عندي انخفاض في الصفائح الدمويه. ايوه. وعملت بون مارو اسبريشن. ايوه. وطلع كويسه. كويس. بس مش عارف لحد يعني ليه الصفائح دي بتنزل، ومش عارف، واحترت مع الدكاتره يعني. بص يا محمد. انا طبعا ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله. بس انا بقول لك، انت عاوز علاج سريع لنقص الصفائح. في علاجين صراع، العلاج الاولاني خلطه والعلاج الثاني كاسات. العلاج الاولاني خلطه بنحط عليها 100 جرام حلبه. 100 جرام حلبه بسيطه ونبذه. 100 جرام حلبه. 100 جرام حلبه. ايوه. وبنحط عليهم 50 جرام حاجه اسمها راوند. وكمان معلش يا دكتور، 100 جرام حلبه ثاني و50 جرام راوند. راوند 100 جرام راوند. لا 50 و50 جرام خروب. 50 جرام خروب. روان. لا احنا اتكلمنا الاول 100 جرام حلبه. 50 جرام راوند. ايوه. و100 جرام خروب. 100 جرام خروب. يبقى دول كده ربع كيلو. نعم يا فندم. ربع كيلو. يا فندم. هيطحنوا عندك. ايوه. هتاخد لي نص معلقه الصبح على كوبايه زبادي، ونص معلقه بالليل على كوبايه زبادي. لمده شهر. ايوه. نص معلقه صغيره على كوبايه زبادي. الصبح والليل. دي بترجع الصفائح سليمه تاني. في بقى حاجه تانية بنرجع لها، لو الهيموجلوبين بتاعك كويس، بنعمل حاجه اسمها الكاسات الخفيفه، والكاسات الخفيفه دي بتزود عدد الصفائح الضعف خلال 48 ساعه. يبقى دي ادي وصفتين هما لزياده الصفائح. معانا اتصال. ايوه محمد. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. لو سمحت حضرتك يا دكتور، انا عندي ارتجاع مريء. ايوه. وكشفت كتير 20 مره و30 مره. وما زال برضه الارتجاع موجود، وعندي الم في الناحيه الشمال كده من فوق، عضل الصدر من فوق. وعملت منظار، قالوا لي عندك التهابات على المريء. وخدت علاج كتير ومفيش فايده لحد دلوقتي. انت بتشتغل ايه يا محمد؟ انا يا فندم بشتغل يعني في محل وكده. محل ايه؟ في محل فراخ وكده. فراخ. طول النهار حضرتك واقف قدام الميه؟ لا يا فندم. طيب صدرك ما بيتبلش؟ لا ما بيتبلش. ما عندكش مروحه شغاله وانت متعرض لها؟ عندي مروحه يا فندم شغاله. طيب يا فندم، انت عندك كام سنه؟ عندي 32 سنه. 32 سنه. ارتجاع المريء ده له علاقه ببدايه الشغل ولا موجود قبل الشغل؟ لا قبل الشغل يا فندم. قبل الشغل. انت بتشرب ميه ساقعه كتير؟ بشرب 100 ساعة. طيب شكرا لاتصالك.
دلوقتي موضوع ارتجاع المريء ده اللي موجود عند الناس كلها والحموضة، ولاقي دايما العصارة بتطلع لفوق، ده بيبقى نتيجة مشاكل في المعدة. المعدة لما بتلتهب بتبقى بتنقبض، لما تنقبض ترجع لي الحمض لفوق. طب ايه اللي بيخليها بتنقبض زيادة كده؟ المفروض ان الحمض ما يطلعش لفوق، المفروض ان العصارة المعدية تنزل لتحت. يبقى انا عندي مشاكل، المشاكل دي زي البرد، زي الحاجات الساقعة، زي ان انا ما بدفيش نفسي ما بعرقش، كل دون بيفسد العضلة اللي هي مفروض تقفل المعدة وما تخليش العصارة ترتجع. لو انا بقى بنام في مروحة وبشرب حاجات ساقعة كتيرة وما بديش نفسي الفرصة ان انا اعرق وما بشربش حاجات دافية، ها، يبقى كل ده بوظ الدنيا. انا قلت العلاج بتاع ارتجاع المريء هو علاج حموضة المعدة، نص كوباية مية مغلية، نص كوباية مية مغلية بشربها قبل الاكل. دايما لما تعطش، لو سمحت لما تعطش اشرب حاجة دافية، يعني دايما اللي يخش عندي يلاقيني حاجة دافية وعليها شريحة ليمون. الدنيا مولعة والجو مولع، هل احط بقى جنبي فريزر واحط جنبي بقى زي الساعة واشرب 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 واعرق؟ ده ما ينفعش، ده يعمل كرش. فاذا عطشت اشرب حاجة دافية. طبعا لو رحت للدكاترة هيدي لك بقى الزنتاك والكونترلوك واللوزيت، وهيدي لك مش عارف ايه وايه وايه، وانت بتشرب حاجات ساعة وبتاخد مواد تثير المعدة وبتاكل مسبكات وبتلخبط في الاكل، كل ده هيطلع لك تاني في العصارة المعدية. احفظ الله يحفظك، يعني انا دايما اقول احفظ الله يحفظك، لانك انت لو حفظت على نفسك موضوع المعدة يتحسن. الاخ محمد كان بيشتكي من البوليسيستيك كدني، بيقول انه عنده 53 سنة ووظائف الكلى طبيعية. لو هو راح عند حد من الدكاترة ولقى الكلية كبيرة، قول له لا ده الكلية دي خلاص والكلية دي هتفشل. طب انا عندي 53 سنة، 53 سنة وظائف كلية طبيعية، اعمل ايه؟ عندي 10 12 حاجة بتحافظ على الكلى اخدها، زي قلت عليه مغلي الشعير، مغلي البقدونس الاخضر، زي مثلا الصمغ العربي، زي غذاء، في 10 12 حاجة بتحسن الكلى اخدها، في 10 12 حاجة بتدمر الكلى هقول عليها دلوقتي. معانا مدام هالة. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. من فضلك دكتور، والله انا سني 35 سنة. ايوه. وطولي 158 ووزني 80. ايوه. فحضرتك انا كنت عايزة بس اعرف يعني طريقة للتخفيف، لان انا كل سنة عندي متركزة في الارداف وفي البطن. وبعد كده انا كنت عايزة اسأل حضرتك، لان انا رحت للدكتورة فقالت لي اخد اورليستات وكروماكس، فانا كنت عايزة اعرف هل لهم اثار جانبية ولا لا، وهل اخدهم كل يوم ولا اخدهم امتى؟ طيب، هي لما الدكتوره اديتك الاورليستات والكروماكس قالت لك هتمشي كل يوم ساعه وتربطي حزام على بطنك وكده؟ لا، هي قالت لي كل يوم ماشي نص ساعه بس ما فيش حزام البطن ده. طب انا دلوقتي عندي بطن كبيره، اسيبها تدلدل قدامي؟ لا. طيب انا هقول لك على الطريقه. شكرا. دلوقتي لو انا عندي يعني كرش وعندي ارداف اعمل فيهم ايه؟ سيد. طيب معانا سيد. طيب معلش، في حد تاني؟ ها؟ طيب، يبقى انا بقول انه في مشكلة عندنا لما يبقى عندي البطن زادت شوية وعندي ارداف، اعالجهم ازاي؟ احنا عندنا يعني دايما العلاج، انا بقول خمس حاجات رئيسية، خمس حاجات رئيسية عشان اشيل الكرس والارداف. نمرة واحد، حزام عريض للبطن. الحزام ده بعض الدكاترة الطيبين المحترمين ده بيعمل ترهلات، يعني النبي كان عنده ترهلات. انا طبعا بستمد الطب بتاعي الاصلي، مش من كلية الطب، الطب الاصلي من عند النبي محمد. النبي محمد كان دايما رابط بطن عليه الصلاة والسلام. معانا اسماء. ايوه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا عندي 21 سنة. ايوه. وعندي دوالي في رجلي. 21 سنة وعندك دوالي؟ انت خلفتي قبل كده؟ لا. يعني انسه؟ لا. انت انسه؟ ايوه. طيب يعني ما خلفتيش قبل كده؟ لا. طيب دوالي الساقين دي بتيجي للناس اللي بتقف كتير، انت شغاله شغلانه بتستلزم الوقوف؟ لا مش قوي. ما هو حضرتك الدوالي دي، يعني انا دلوقتي عندي دوالي، ده يعني دوالي يعني ايه؟ دوالي يعني خراطيم دم زرقاء باينه في الساقين. لكن لو شعيرات صغيره، الشعيرات الصغيره دي ما نقولش عليها دوالي. خلاص؟ يبقى لو شعيرات صغيره زرقاء باينه في الرجلين دي مش دوالي. لكن الدوالي يعني ايه؟ دوالي يعني خراطيم دم، يعني اورده، اورده دمويه متدليه. لا مش اورده. لا. ها؟
لا مش اورده. برافو عليك، يعني شعيرات صغيره. برافو عليك، شعيرات صغيره دي سهله، دي علاجها ايه؟ لو عندك خل منزلي بقطنه وتدهني مكان الشعيرات دي بقطنه بخل منزلي صبح وليل، ولو عندك اي زيت زيتون دلكيها مرتين ثلاثه في اليوم، تختفي ان شاء الله خلال اسبوعين. لكن لو في دوالي وخراطيم دم وكده ده موضوع تاني بقى. بنسال بقى اذا كان بيقف كتير ما بنخلوش يقف. انا والدتي كده. نعم؟ والدتي كده. والدتي كده بقى دي عليها علاجات تانيه بقى غير الخل وغير الزيت، لازم بترفع رجليها على مخدتين وهي نايمه عشان الدم يرجع، ولو عندها مشاكل لمفاويه بنشوفها. الجماعه اللي بيحصل لهم دوالي اثناء الحمل عشان الحمل بيبقى ضاغط على الاوعيه اللمفاويه، بمجرد ما الحمل بيخلص الدوالي دي المفروض تختفي، ولها علاجات تانيه. لكن اخف حاجه بقولها لك ان انا بدهن مكان الشعيرات الزرقاء دي بقطنه فيها خل الصبح وبالليل، وبعد كده بدلكها بزيت زيتون، وبعد كده بحاول اعمل نشاط عشان الدوره الدمويه تمشي، لان الكسل والسهر طول الليل والنوم طول النهار بيخلي الشعيرات تبقى زرقاء وباينه في الرجل مش كويسه. طب لو سمحت انا برضو دايما شعري بيقع. شعرك بيقع دي يبقى انت حضرتك محتاجه تغذيه كويسه. التغذيه كويسه، انا دايما اقول الشعر ده مرآه الجسم زي الجلد. لو انا عندي جلد صحي يبقى عندي شعر صحي. طب انا اجيب جلد صحي وشعر صحي منين؟ انا باكل صح. دايما سلطه خضراء مع الاكل، ما باكلش من غير سلطه. ودايما شوربه سخنه مع الاكل، ودايما حته بروتين يا رب 100 جرام مع الاكل. وببعد بقى عن الشيبسيهات والكولا والشوكولاته والحاجات اللي بتدمر جهاز المناعه اللي هي ماليه البلد. اللي هي لما تلاقي بنت، انا بخش الجامعه، اول ما بخش الجامعه بلاقي البنات ماسكه كيس شيبسي وازازه بيبسي. وربنا والله العظيم اول ما بلاقي الشيبسي والبيبسي بعرف ان احنا داخلين على فشل كلوي. طب هنعمل ايه مع الناس؟ مفيش غير ده. هتعمل ايه؟ لدرجه ان انا رحت زرت جامعه، والله العظيم زرت جامعه خاصه في مصر، مكتوب كده من على باب الجامعه ممنوع دخول الشيبسي والبيبسي والحاجات دي، وتخش جوه عاملين عصاير طبيعيه، اغذيه طبيعيه، فواكه طبيعيه، وخضروات طبيعيه، ووجبه الجامعه بتقدمها للطلبه عشان تعلموا يعني ايه صحه. لكن انا طول ما انا عمال اكل غلط وازقز لب بقى وسداني واملاح وشعري هيقع طبعا والدنيا هتتدهور عندي. يبقى نشاط رياضي، اكل صحي، انام بالليل ما استطعت، ها؟ ما بقيمش الليل الا لعلم او لقيام ليل انا بقرا قران، لكن مش هقعد الليل كله برضه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. لو واحد بيسألني يا دكتور أنت بتتكلم بالليل، أقول له ده أنا بقيم بالليل دلوقتي، أنا كأني بصلي والله، لأن أنا كأني بعبد ربنا بالظبط، وأروح أكمل قيام الليل بتاعي، ها؟ وبعد كده أنام بالليل برضو. ده بالنسبة لي دوالي السقيم. إحنا قلنا لمدام هالة هنكلمك على خمس علاجات لعلاج الأرداف والبطن. لو أنا عندي كرش يبقى اهم حاجه للكرش الحزام. يعني اقول لك على تجربه بسيطه. لما باجي الاقي بطني كده هتكبر يوم او اتنين، الحق نفسي على طول بحزام فوق الفانيلا كده يوم اتنين تلاته لغايه ما بطني ترجع طبيعيه تاني. لو سبتها هتكبر مني. معانا اتصال. سحر. ايوه اتفضلي يا سحر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور انا عندي 35 سنه. ايوه. ومتجوزه بقالي 16 سنه. ايوه. عملت عملية في رجلية من حوالي 13 سنة. وعملت قرحة في رجلي. في دكتور بعد كده بعد ما عملت العملية قال لي إن هي ورم قبلي. وبعدين؟ أنت خدت جلسات إشعاع عليها. أنت خدت الورم ده وحللتيه؟ هو يعني بعد كده من كلام الدكاترة أجمعوا إن هو مش ورم. أمال هو إيه؟ إن هي إكزيما عصبية. طب الاكزيما العصبيه سهل. بس بعد كده لما اخدت جلسات الاشعاع عليها رقت طبقه الجلد بتاعت رجليا فبقت تعمل قرح. وقرح يعني عميقه وتوصل لدرجه نزيف وكده. فدلوقتي هي دلوقتي القرحه في رجلي جامده جدا وعامله التهابات وبقت جميع المراهم وجميع الادويه اللي في الدنيا. طيب فمفيش حل. هديكي خمس حلول حالا، خمس حلول دلوقتي حالا. والله لان انا تعبانه جدا وما بنامش غير بالمسكنات انت معاكي لو انت بتابعيني ومعاكي ورقه وقلم اكتبي الحل الاولاني هي القرح دي موجوده تحت. ايوه مشط رجلي من تحت. في مشط رجلك من تحت، نمره واحد. نمره واحد تدلكي لي الساق والركبه لغايه تحت نص ساعه بالزيت، تدليك نص ساعه بالزيت زيت الزيتون، تدليك نص ساعه الصبح وبالليل. أيوة. نمرة اتنين بعد التدليك نص ساعة هتعملي حاجة اسمها حنة بقرد بخردل،
ثلاث معالق حنه وثلاث معالق قرد ومعلقه خردل مطحونين. قرد يا دكتور؟ اه حنه وقرد وخردل، ثلاثه حنه ثلاثه قرد واحد خردل. هتعمل لك عجينه بميه تحطيها على مكان القرح من بالليل للصبح وتلفيها بحاجه بلاستيك. خلاص؟ يبقى خد العجينه دي على القرحه مباشره؟ على طول. اه انا يعني مش عايز اقول لك، انا كدكتور جوده كانت ايديا بتجيب دم، كنت احط عليها الحنه بالقرد بالخردل، تاني يوم الصبح الاقيها نشفت مفيش قرح. هي قرح يا دكتور يعني عامله فحور كده في رجلي. ما انا قلت لحضرتك ده اللي بيلحم، لو ما كانتش بتلحم هنحط عليها حاجه اسمها عسل عليه بروبلز. بروبلز ده اسمه صمغ نحل، فبنجيب العسل بالبروبلز ده نحشيه في قلب القرحه. عسل بايه؟ بروبلز. بروبلز حاجه اسمها صمغ نحل. صمغ نحل؟ اه اسمه بروبلز. بنجيب نص كيلو عسل ونحط عليه 10 جرام بروبلز. خلاص؟ اي نوع عسل يا دكتور؟ اي نوع عسل، اي نوع عسل. خلاص؟ يبقى عسل نحل وعليه بروبلز، بروبلز ده لصمغ النحل. خلاص؟ يبقى بنحشي الجرح ده. خلاص؟ وبعدين الحنه بالقرد والتدليك والزيوت، ويا ريتك تقعدي لي في شمس الشروق او الغروب ساعه، خمس علاجات اوعي تنسيهم. معانا اتصال. الو دكتور. اهلا يا عبد الرحمن، ازاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور انا عندي بنتي الصغيره عندها في 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 الراس ثعلب الشامله. ما ادري في علاج عندكم. الثعلبه الكامله دي او التوتال الوبيشيا دي جات لها امتى؟ هي البنت عمرها سنتين الان، هي جاتها تقريبا لما كان عمرها سنه ست شهور تقريبا. طيب حضرتك رحت بقى لاساتذه الجلديه وكده؟ اي اكيد رحت، بس اخذت علاجات يعني علاجات تنشيط الدوره الدمويه وعلاجات ل شعر الراس كده طبيعيه يعني، ما استفدت اي حاجه. طيب شكرا لاتصالك. الالوبيشيا توتاليس او الصلع الخالص ده في بعض السيدات او البنات، الشعر بيطير كله والحواجب ويعني الدنيا بتتدهور خالص. تفتكر العلاج ازاي؟ هقول لك على العلاج دلوقتي حالا. معانا فاطمه. الو. ايوه فاطمه اتفضلي. بالنسبه لدكتور انا عايزه علاج لفيروس سي. عايزه علاج لفيروس سي؟ طب وهي القناه دلوقتي مش بتعمل على الشريط علاج فيروس سي ايه يعني؟ معلش يعني عايزه يعني خطواته كده يعني. حاضر حاضر يا فاطمه، حاضر ماشي ماشي يا فاطمه حاضر. معانا اتصال تاني ولا نكمل؟ طيب يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على الثعلبه الالوبيشيا توتاليس. لو كانت ثعلبه صغيره يعني ايه ثعلبه صغيره؟ ها يعني ايه ثعلبه صغيره؟ يعني ايه ثعلبه صغيره؟ يعني عندي حته من الراس قورت كده والشعر بتاعها وقع. الثعلبه الصغيره دي سهله قوي، يعني احنا بنتكلم على ثعلبه عند السيدات او عند الشباب مش صلع. الصلع ده حاجه وراثيه والشعر بيطير كده عند الاباء والاجداد واحنا بنعيد سيره ابائنا واجدادنا. لكن انا بتكلم على ثعلبه حته مقوره كده في الراس من غير شعر. دي جربنا معاها محاولات زي مثلا ادلكها بفص توم مهروس او فص توم عادي ادلكها بيه مرتين ثلاثه في اليوم، وساعات نجيب حنه عاديه حنه بقرض بنحطها عليها، وساعات مع بعض الناس كنا بنجرب سم النحل، سم النحل او البروبلس مع بعض المحاولات كانت بتعمل وبتخف، ومع بعض الناس كان بيبقى عندها مشاكل نفسيه او بعض البنات او الستات عندها مشاكل والثعلبه الجزئيه دي بتختفي. لكن المشكله في الثعلبه الكليه توتاليس، يعني مفيش حواجب مفيش شعر راس مفيش. طلع انه بعض الحالات بتستجيب لجرعات كبيره من البروبلز، وبعضها بتستجيب للعلاج بسم النحل، وبعضها بتستجيب لعلاجات تانية بالاميونو سابريسور زي الاندوكسان وغيره. لكن عندنا علاجات تانية هقول لكم عليها. معانا ايه؟ ايوه يا حسن. حسن من المغرب اتفضل. اتفضل اتفضل يا حسن. الو. ايوه يا حسن اتكلم.
اني مريض بالسكر وبغيت شي عشوب على حسب السكر. عندك السكر؟ ايوه. طيب بتاخد علاج ايه؟ عشوب. ها بتاخد علاج ايه؟ جلوكوفاج ميل. جلوكوفاج. طيب انت سنك كام سنه؟ 43 سنه. طيب الجلوكوفاج اللي انت بتاخده ده مظبط السكر؟ شويه. طيب هل السكر بتاعك دايما عالي ولا واطي ولا ايه؟ مره عالي مره هابط. طيب هل حضرتك بتعاني من مشكلات نفسيه؟ نعم. تعاني من مشكلات نفسيه؟ نعم. طيب شكرا لاتصالك. طبعا معانا حسن من القاهره. اتفضل يا حسن. الو. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور. اتفضل يا فندم. ايه اللي يحبك في الله يا دكتور؟ احبك الله الذي احببتنا فيه، اتفضل. انا كنت قلت لحضرتك، شفت حلقه قبل كده لحضرتك اللي هي الكتب الايمانيه، فحبيت اشارك بالموضوع ده. اتفضل اتفضل. والله يا دكتور انا كنت في الحج الحمد لله، ورجلي اليمين كانت وجعاني قوي، ف يعني استعنت بربنا وشفت ميه زمزم ودعيت ربنا ان ركبتي تساعدني ان انا اطوف. والحمد لله ساعدتني الحمد لله. هل شربت من ماء زمزم ام اكتفيت بالدعاء؟ شربت ماء زمزم ودعيت واتكلت على ربنا. جميل. بس الموضوع اللي هنا بقى يا دكتور ان انا الايمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيشفيني، لان حاولت بعديها ان انا اشرب ماء زمزم من غير الايمان دهوت او ما كانش ايمان قوي ما ساعدنيش بصراحه. يعني انت عايز تقول ان انا وانا باخد الدعاء باخد الدواء لازم يكون معايا يقين في الله ان شاء الله اخف. نعم. نعم. يعني الدواء لوحده لا يكفي. الدواء طبعا لا يكفي لوحده. وعلى كده احنا عندنا اكثر من 3/4 المرضى في العالم بياخدوا الدواء بلا يقين. يعني ايه بياخد دواء بلا يقين؟ يعني بص تلاقي الواحد ماسك 10 ادويه كده ويبلع، بتعمل ايه يا فلان؟ اهو باخد دواء وخلاص. طب انت جاب معاك نتيجه؟ ابدا، معدتي بتوجعني وبطني بتوجعني وظهري بيوجعني. ما انت بتاخد الادويه ليه؟ انت بتاخد الادويه ليه؟ ادمان. عشان كده انا يمكن قلت لك من القواعد اللي احنا قلناها ممنوع دوايين مع بعض، ممنوع. يعني ايه؟ انا باخد دواء سكر وضغط ومفاصل، ما بين الدواء والدواء نص ساعه وساعه. ولو انت بتاخد 3 ادويه للقلب هخليهم لك دواء واحد، تاخد 3 ادويه للكبد هخليهم لك دواء واحد، 3 ادويه وهكذا. يبقى نلم الليله كلها في 5 6 ادويه ما بين الدواء والدواء نص ساعه وساعه. 5 6 ادويه مره واحده تبلعها مره واحده يدمروا المعده، يدمروا الرئه، يدمروا الكلى، يدمروا الجسم كله. معانا علي من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف يا دكتور؟ قول يا حبيبي. الله يسلمك. كان عندي مشاكل يا دكتور في النوم، يا اخي عندي مشاكل مره جارك. تاني. نعم؟ إيه قول السؤال تاني. لا اقول لك عندي مشاكل في النوم يا دكتور، ما انام يعني. مشاكل في النوم يعني. دول الزبريتشا. مشاكل في النوم. مشاكل النوم دي جديده ولا قديمه؟ لا والله قديمة عندي انا، يعني يمكن اكثر من 6 سنوات استخدم دواء زبريتشا. بتاخد طويلة. استخدمها بس برضه ما اكثر من الدواء. انا عندي الام ساعة ساعتين في اليوم فقط. طب حضرتك بتشتغل بالنهار؟ اشتغل، انا عندي فعلا شركة واشتغل بالنهار. شركة. طيب شكرا لاتصالك. ام اياد من الشرقية، اتفضلي يا فندم. يعني لو جينا نتكلم على مشاكل النوم، وانا عندي شركه وعندي حسابات، كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام بيقول يعني وعجبا للتاجر، يعني في طول ليله يعني يبيع ويحلف وفي ليله يحسب. يعني كل ما كثرت الاموال وكثرت المشروعات وكثرت الحاجات تلاقي الانسان بالليل مش عارف ينام من كثر الفكر. عشان كده كنا بنقول طوبى لمن كان رزقه كفافا ورزق الشكر على ذلك. طب انا بقى عندي مصانع وعندي شركات وعندي وعندي، يبقى لازم ربنا يرزقني ايمان عشان الايمان ده يخليه لي اقدر انام. يعني انا خلصت شغلي المفروض افصل بقى، رجعت بيتي نسيت الشغل دون، وربنا رزقني باولاده وباطفاله وكذا ونلعب مع الاطفال ونضحك ونعمل وننسى بقى الموضوع ده.
يبقى لازم نفصل عشان نقدر ننام. معانا ايمان؟ طيب معلش تعاود الاتصال تاني. فعشان كده انا بقول لحضرتك مشاكل النوم دايما لو في مشاكل عندي ما بتتحلش. امتى مشاكلي ما بتتحلش؟ لو انا يعني الاخره وربنا سبحانه وتعالى مش في دماغي. يعني تصدق ان انا لو انا حامل هم ان انا عايز اقرا قران وعايز اسبح ربنا وعايز اخرج زكاه مالي وعاوز ربنا يرضى عني وعاوز يعني يكون اخر عملي خواتمه. انا بكلمك حق، كل ما تتكلم حق كل ما يبقى الحكايه. معانا مدام وفاء، اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور عايز حضرتك تقول لي وصفه للبطن والارداف. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. ها؟ ايوه يا اسامه. طيب معانا حد تاني؟ طيب نكمل نقول انه دلوقتي احنا عندنا قلنا خلاص مشاكل النوم، ان انا اقدر اقضي على مشاكل النوم دي باني انا اتوكل على الله، اقول له يا ربي انا سبت لك كل حاجه. يعني ايه سبت لك كل حاجه؟ يعني يا ربي استودعك محلاتي واستودعك اولادي، عربيتي خايف لا تتسرق استودعك عربيتي. يعني انا استودع الله كل ما اخاف عليه اسيبه واوديه عند ربنا، وانام بقى قرير العين. افرض ان انا مت، ما انا لو مت هسيب ده كله قلقان ليه؟ معانا ايمان. ايوه ايمان. عليكم السلام. انا اللي كنت بكلم حضرتك من شويه على تشققات اللسان يا دكتور. على الايه؟ تشققات اللسان. تشققات اللسان. حضرتك قلت لي ممكن تكون مناعه، وانا عملت تحليل المناعه وطلعت الحمد لله كويسه. خلي بال حضرتك لما نقول مناعه ونقيس الاميونو جلوبلينز والكلام ده كلام متاخر قوي. انما انا اقول ده خلل مناعي اولي، يعني مجرد ان انا مش عارف اظبط نفسي بس، لكن انا ما وصلتش لخلل مناعي هيبان على مستوى التحاليل. احنا عندنا المرض ثلاث مستويات. كل الفحوصات اللي انا عملتها طلع كويس. بص المرض ثلاث مستويات. المستوى الاول فيه مرض، فالمرض ده موجود وانا على مستوى المناعه ومستوى دلالات الاورام مش موجود. المستوى الثاني خلاص بقى فيه بقى مستوى مناعي ودلالات اورام وفي دلالات مناعيه وكده. المستوى الثالث بقى فيه كومبليكيشن. واضحه؟ فانا دايما اقول انا عندي التهابات في بوقي، بتمضمض بمغلي قرنفل كل ساعتين، بتمضمض بعسل، بحط معلقه لو ما عنديش سكر بحط عسل بليمون كل ساعتين ثلاثه، بنظف الجوف، لان دايما اللي عنده التهابات في اللسان عنده مشاكل في القولون. ثبت لي بالابحاث وبالتجارب بقالي 30 سنه ان اللي عنده التهابات في لسانه وعنده مشاكل في الكلى، يعني لازم نعمل وظائف كلى واملاح الدم، ولازم نعمل تحليل بول، ولازم نعمل نشوف القولون في ايه، وسونار على البطن وكده. معانا ياسر. ياسر مرحبا دكتور محمد، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. يا هلا مرحبا. الله يخليك، انا عندي الكلى. ايه عندك كليه واحده ولا اثنين؟ لا اثنينهم. الكرياتين عاليه خمسه. ها وانت بتاخد اليوريا 65 والبولينه 65؟ نعم. طيب انت بتاخد علاج؟ لا ما اعطوني علاج. يعني انت اشرب ميه ولا تاكل لحمه بس؟ يعني قال لك اشرب ميه وما تاكلش لحمه؟ يعني انت هل تعتقد ان في علاج في الدنيا بالسذاجه دي؟ والله ما ادري، ما اعطوني علاج. طيب اسمعني يا ياسر. ثلاث سنوات على هالحال. طيب اسمعني يا ياسر. حاضر اسمعني. شكرا لاتصالك. طبعا لما يكون الكرياتينين بتاعي بقى خمسه والبولينه بقت 65، طبعا احنا كده بوردر لاين، يعني كده قربنا ندخل في غسيل كلوي. لما الدكتور يقول لي اشرب ميه ومش عارف وابعد عن اللحمه، ده مش علاج. في 13 حاجه ترجع الكلى سليمه هنقولها، وفي 13 حاجه بتدمر الكلى نبعد عنها. معانا اتصال. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. لو سمحت والله عندي حموضه، والحموضه دي مش راضيه تروح بتاتا. انت بتدخن؟ شبعت فوراني وغيره وغيره ما فيش فايده. بتدخن حضرتك؟ مدخن؟ ايوه بدخن. بتسهر؟ لا بسهرش، بس دخان بس. طيب شكرا لاتصالك. لسه انا بتكلم دلوقتي بقول يا جماعه خلي بالكم.
لازم للحموضه سبب. ممكن تكون الحموضه نتيجه ان انا بشرب ميه ساعه وحاجات ساعه كتير عامله لي حموضه، وممكن الحموضه نتيجه الدخان، الدخان بيعمل تاكل في جدران المعده، الدخان بيعمل تاكل فبيعمل قرح، وممكن يكون نتيجه سهر، وممكن تجيت الم مشكله نفسيه. فانا دايما اسال سؤال، قال انا عندي حموضه باستمرار، قلت له انت بتدخن؟ قال لي اه. ام عبد الله؟ ايوه ام عبد الله. اتفضلي يا ام عبد الله. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معلش يا دكتور، انا لي يمكن 10 سنوات واعاني من الام في الركبه. حاجه تاني؟ اه سويت اللي هي ايوه سويت اللي هي التحليل، قالوا انه في املاح. انت عندك كم سنه؟ ما ادريش، عندي 45 سنه. 45 سنه وبقالك 10 سنين بتعاني من الام الركبه؟ ايوه من الام الركبه. طيب هم طبعا لما قالوا لك عندك املاح، طبعا انت بعدتي عن اللحوم الحمراء وعن الكبده وعن الشوكولاته وعن المانجا وعن كل الحاجات اللي بتعمل املاح، صح؟ لا يعني مو مره. طيب ما هو انت لو ما منعتي سبب الاملاح هيفضل سبب الاملاح موجود، لان انا دايما اقول انا عندي التهابات في القولون وباكل شطه ودهون، يبقى انا علشان اتعالج يبقى لازم ببعد عن الشطه والدهون اللي بتعمل لي الام في القولون. نفس الكلام انا عندي الام في الركبه، ليه؟ نتيجه ان انا عندي املاح كتير، الاملاح دي بترسب، ساعات بتعمل يعني خشونه وساعات بتعمل هشاشه، لان يعني الميتابوليزم بتاع الملح مش مظبوط، فيبقى ببعد عن الاسباب اللي ترسب ملح واخد الاسباب اللي تدوب الملح. ايه اللي بيدوب الملح؟ اللي بيدوب الملح بشرب شعير مغلي شعير وبقدونس او ميه شعير، بشرب مغلي بقدونس اخضر او كرفس اخضر، باخد الصمغ العربي نص معلقه الصبح على نص كوبايه ميه، او اللبان الذكر نص معلقه الصبح على كوبايه ميه، باخد معلقه عسل نحل على نص كوبايه ميه دافيه لو انا ما عنديش سكر، وبعدين باخد خمس علاجات موضعيه، خمس علاجات موضعيه للركب. معانا اتصال ام اسلام. ايوه اتفضلي. يبقى اذا عندنا مشكله الركبه مشكله مش عايز اقول عامه في العالم كله. الاول ادور على السبب، ما يمكن عندي السكر، لان في ناس جات لي السكر مش مظبوط فمبهدل المفاصل ومن ضمنها الركب، بمجرد ما بيتظبط السكر في الدم الركب بتتعد، ادي سبب. في ناس تانية عندها هشاشه عظام ما بتقعدش في الشمس خالص فالعظم كله تعبان. في ناس عندها اوفر ويت، عندها وزن زياده. ام اياد. ايوه اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، ابني عنده كهرباء زياده وكنت عايزه اعرف وصفه كده يعني. هو سنه كام سنه؟ عنده 7 سنين ونص. 7 سنوات. طيب هو الكهرباء الزياده دي بتخليه يعمل تشنجات وكده؟ اه لما بيسخن. لما بيسخن بس. طيب ذكائه عامل ايه؟ لا هو كويس الحمد لله وذكائه كويس وكده. طيب شكرا لاتصالك. عندنا الكهرباء الزياده دي موضوع محير. في كهرباء زياده نتيجه حالات وراثيه، يعني جده وخاله وعمه وقرايبه عندهم صرع وراثي، فالصرع الوراثي ده يبقى عنده بؤر صرعيه وعنده مشاكل. وفي واحد تاني بيجيله صرع عارض، الواد بيسخن بيتشنج، مناخيره بتتسد بيتشنج، عنده التهاب بيتشنج، ده ما بخافش عليه خالص، ابعد عن السبب الولد يخف. تمام؟ يعني ابعد عن السبب المرض يخف. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. اتفضل. لو تكرمت يا دكتور، كنت سالتك قلت لي على الوصفه بتاعت انخفاض الصبغه الدمويه، بس انا عندي الطحال الماس بتاعه 15.5 سم. هل ده يعتبر كبير؟ هو يعني هنقول عليه بوردر لاين، والتحرك بتاعنا مثلا من 10 12 ماكسيمم 13، فلما يبقى 15 سم يبقى في 2 سم زياده، حته صغيره كده. فدي مش قلقاني، انا مش بقلق من الطحال الا اذا عدى بقى 25 سم 30 سم، لكن 15 و17 و16 و13 دي مش قوي. وعموما الوصفه اللي انا وصفتها لك حلوه قوي قوي قوي، ان شاء الله تاخدها وهتعالج لك كمان الطحال ان شاء الله. بنتكلم على الحموضه باستمرار، وقلنا ان الحموضه باستمرار دور على السبب. هل انت بتاكل مسبكات مخللات؟ هل انت بتشرب سجاير؟ هل بتسهر؟
هل بتشرب ميه ساقعه بتقعد تدمر واحد؟ لازم تعرف لي سبب الحموضه اللي عندك. اوعى تقول لي ان انا بشرب سوائل دافيه باستمرار وبشرب شوربه وباكل السلطه الخضراء وباكل اكل معتدل وبنام بالليل كويس وعندي حموضه. مستحيل. امشي عدل المعده بتاعتك تتعدل. اتكلمنا على الام الركبه وقلنا ان الام الركبه ابعد عن السبب او عالج السبب، اشوف في سكر، في املاح، في وزن زايد، ايه اللي عامل الام الركبه؟ نمره واحد. نمره اتنين، في حاجات موضعيه. الحاجات الموضعيه خدنا منها التدليك بالزيت، خدنا منها حقن سم نحل، عندنا حقن سم نحل او قرص النحل. بيعدل حتى الروماتويد لو مفاصل مشوهه، لو واحد مش قادر يحرك كوع ومش قادر يحرك كتف، ده دراماتيك اكشن، يعني نقول عليها فعل فوري سريع، يعني ممكن باذن الله تعالى لو مفاصل مشوهه، لو مش قادر احرك ايديا ولا رجليا بحركها لك ان شاء الله. يبقى سم النحل يمين الصابونه وشمال الصابونه تحت الجلد، وبدلك بزيت او بزيوت متطايره او زيت زيتون، بلفها بالصوف، ولازم صوف، يعني بلوفر صوف، كوفيه صوف، اي خيط صوف، حته صوف يعني، ها؟ وبعدين بعد الصوف لو ده بالنهار مثلا ممكن احط عليها، لو الالم شديد بحط عليها لبخه الحنه بالخرده اللي قلت عليها. وعندنا الشمس اهم علاج للعظم، يعني لازم اقعد في الشمس نص ساعه الصبح ونص ساعه قبل الغروب. ده بالنسبه لالام الركبه واي مفاصل في الجسم. اتكلمنا على موضوع الكرياتينين لما يوصل 5 والبولينا. من فضلك عندي حلقات كتير جدا على اليوتيوب منزلها قناة الصحة والجمال، حلقات كتير جدا تعتبر من أفضل حلقات في العالم اللي هي حلقات علاج الكلى. خش على اليوتيوب جودة محمد عواد علاج الكلى، شوف ايه اللي بيصلح الكلى. عندنا 10-12 حاجة عديناهم، من أول عسل النحل وغذاء الملكات والصمغ العربي واللبان الذكر، وخدنا مغل الشعير والبقدونس الاخضر، وخدنا الطحالب الخضراء، وخدنا سم النحل، وخدنا نبعد عن الممنوعات اللي بتدمر الكلى. كل دي حاجات بترجع الكلى سليمه، موجوده في الحلقات كتير قوي على اليوتيوب. انما تقول لي رحت للدكتور وكرياتينين 5 يوم يقول لي اشرب ميه كتير وابعد عن اللحمه، ده عمل زي واحد عنده القلب. اللي عنده القلب ده راح للدكتور، ها، بيقول له انا عندي القلب، يقول له بس ابعد عن الحوادق وابعد عن الدهون. بس هو ده القلب؟ ده في 15 حاجه بتدوب الدهون وبتسلك الاوعيه بتاع القلب، 15 حاجه. ناخد فاصل صغير ونرجع تاني ان شاء الله. الصحة والجمال لون جديد للحياة. مشكلتك مع نفسك، مع جوزك، مع ولادك، مع أهلك، مشكلتك طبية، نفسية، اجتماعية، طب دينية، مالية، قانونية، مش لاقية اللي يسمعلك، احنا نسمعك، ننصحك، نساعدك، نحل العقدة معاكي. وانت لو محتاج تتكلم، محتاج حد يفيدك برأيه وخبرته، تواصل معنا، نتواصل معك، كلمنا نسمعك، اسمعنا ننفعك، وبالخبرة والعلم تنصحنا وننصحك. في برنامج نصايح نص الليل. الصحة والجمال لون جديد للحياة.
أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا بعد الفاصل معانا آية، آية من آيات الله. ها ألو. أيوة عليكم. وعليكم السلام. قولي يا آية السؤال بتاعك. آية دكتور لو سمحت، لو سمحت أنا عندي 20 سنة أيوة ووزن 85 جربت رجيمات كتيرة ولعبت رياضة كتير برضو بس ما بستمرش فيها. اتخنقت من كتر الرجيمات والرياضة وكده. فأنا عايزة يعني نظام ولا حاجة أخس بها، هي بطن وأرداف كل المشكلة. حاضر يا فندم. عايزة حاجة بقى أحاول أنزل بيها من غير رجيم وكده، فعشان اتخنقت الصراحة من الرجيمات كلها. حاضر يا فندم، شكرا لاتصالك. طيب دلوقتي نجاوب على الأسئلة. احنا آية بتقول انا تعبت من الرجيمات وتعبت من نظام الاكل وتعبت مش عارف ايه، احنا عايزين حاجة سريعة، حاجة سريعة. نمرة واحد، هربط حزام عريض على بطني فوق القميص عشان ما يعمليش حز وافكه قبل النوم. نمرة واحد الحزام العريض ده اهم سبب لإزالة البطن والأرداف. نمرة اتنين احاول امشي كل يوم ساعة، وده بقى جزء من حياتي، امشي كل يوم ساعة لازم، من غير المشي مش هينزل ولا ربع كيلو دهن. نمرة ثلاثة الوجبة بتاعتي يبقى أغلبها سلطة خضراء، مش شرط أن أنا أقطعها، ممكن يبقى عندي خس وجزر وجرجير وكرنب وفجل وقول سلطة خضراء مش قطة وخيار، سلطة خضراء تمام. وبعد كده أقلل جدا من النشويات، يعني نص رغيف في اليوم. معنا اتصال. أيوة سلام. أي دكتور لو سمحت، أنا عندي سكري يعتبر 60-70 ما بيعلاش عن كده. بس انا كنت شايله الطحال وشايله المراره وشايله جزء من المعده، حاجه من دولت للسبب. وايه اللي يرفع السكر؟ لان انا رحت لكذا دكتور وبقى يقول لي علاجك انك تاكلي سكريات وجسمي بيتخن. انت كده تخينه؟ انا كده جسمي بيملى. طيب ما هو انت حضرتك يعني انت بتاكلي سكريات والسكريات بتاعتك بتقلب دهن. طب اعمل ايه؟ ما هو انا ببقى بيجي لي توها دوخه بتوها كده. طيب هقول لك على شويه حاجات كده تعمليها تزود نسبه الانسولين الطبيعي في الدم. شكرا. العافيه. عندنا اربع خمس حاجات بتزود الانسولين الطبيعي في الجسم من غير يعني او بتظبط، يعني تقول لي بتزود الانسولين يبقى هتقلل السكر. اللي بتظبط حاجه اسمها البصل، لان البصل بيدي ماده اسمها برو انسولين، يتحول انسولين انا عايزه يا اما ما بتحولش. بصلايه متوسطه مع الاكل، وزيها زيها راس الفجله زيها فص الثوم، في حاجات اللي هي بتدي فوسفور وكبريت وبتعمل ضبطه للانسولين. الحاجه الثانيه اللي هي الحلبه، معلقه الحلبه ثبت انها بتعمل برضه هرمون البالانس زي الدوم كده، معلقه الدوم على شويه ميه بتعمل هرمون البالانس. في حاجه ثانيه جميله اسمها الكزبره، لو حضرتك ما ضغطي معلقه كزبره ناشفه مع الاكل بتظبط سكر. لو انا خدت الحلبه الكزبره البصل او الفجل، وفي شريحه اسمها شريحه الباباز، الباباص ده عامل زي المنجية كده، باخد منه شريحة عاملة زي فص البرتقال، شريحة مع الأكل. كانوا بياخدوها الأول علشان يخسوا، كانوا بياخدوها الأول للتخسيس لأنها بتنزل الدهن. أهم من ده كله إن أنا أحاول أمشي كل يوم ساعة، لأن المشي بيظبط نشاط العضلات، ثبت إن العضلات بتظبط لي نشاط الأنسولين، لأن الأنسولين ده له مراحل. معانا حسن. اتفضل يا حسن. وعليكم السلام. وعليكم السلام حبيبي، اتفضل. تكرمت يا دكتور، أنا عندي 42 سنة حضرتك. أيوة. ومتزوج من حوالي 17 سنه. ايوه. ولم يحدث انجاب لغايه دلوقتي يا دكتور. انت عملت تحليل سائل منوي؟ ايوه دكتور، الموضوع بسبب كان عندي سوستين كانوا معلقين في البطن يا دكتور. انا بسالك عملت تحليل سائل منوي؟ ايوه. مش مفيش اي حيوانات منوي يا دكتور. يعني مفيش اي حيوانات منوي خالص؟ خالص. طيب الخصيه المعلقه دي نزلت خرجت ولا لسه؟ هم عملت لهم جراحه بس بعد البلوغ يا دكتور، انا حاصل ضمور. طيب حاضر، انا هقول لك على علاج. عندك لحيه؟ طيب ام محمد من الامارات. ايوه يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور تفضلي. عندي بنتي من هي عمرها 15 سنه وعندها الحاله النفسيه. فصلت. طب معلش. ايوه يا اسماعيل اتفضل. يا هو تعال. ايوه يا اسماعيل. ايوه اتفضل. دكتور. ايوه انا سامعك، قول. انا عندي الحاجه عملت تحاليل واشعات وحاجات من ديت، طلع عندها انلارجد فاتي ليفر.
دهون على الكبد يعني حوالي 1.5. فسيادتك بقى يعني قول لي تعمل ايه والخطوات تعمل ايه يعني؟ هي بتقدر تتحرك؟ تتحرك وبتمشي كل حاجه تتحرك وتمشي. تمام حاضر شكرا لاتصالك. تحت امرك يا باشا. شكرا. شفاء اتفضلي يا شفاء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضلي يا شفاء اتفضلي. ايوه الو. ايوه يا دكتور اتفضلي. دكتور انا عندي اخويا عمره تقريبا 22 سنه. ايوه. هو اوفر ويت يعني زايد عنده زياده في الوزن وكده. بس عنده مشكله من زمان اللي هي عنده النظر يعني بيتحسس من الضوء بيحس بزغللة يعني. اوكي واحنا حنروح دكتور عيون بس انه لحد الان يعني ما احنا عارفين ايش حكايته. كل ماله بيزيد الموضوع عنده. عنده استجماتيزم من اول وقال انه عنده العين الكسولة او شيء زي كده. فمش عارفة ايش الحل معاه يعني. حتى بتحسس من الضوء اذا صار مرهق ما بيشوف لما يسوق يعني العربية بيتلخبط وكذا. فما اعرف يعني هو عنده هايبوثيرويديزم كمان فما اعرف هل ده له علاقه ولا لا. تمام. ولا هذا شيء في الاعصاب ولا بقى ايش الحل يعني الموضوع؟ هو بياخد علاج؟ هو ياخد علاج بس الغده الدرقيه. طيب هل هو الغده الدرقيه اللي بياخد علاج لها وبيقيس بقى التي 3 وتي 4 وتي اس اتش بيقيسهم بانتظام؟ ايوه بياخدها بانتظام. ايوه يعني حاسس ان هو الغده متظبطه؟ هو حاسس ايوه يعني حاسس انه ايه يعني انه بيتنشط شويه وكويس. طيب انت الوزن الزايد وهو بيتحرك وبياخد يعني دايما اللي بياخد الالتروكسين او بياخد الادويه بتاع الغده بالمفروض ان هو بيخس. طيب هو ما بيخسش؟ والله للاسف ما بيخس لانه ما شاء الله بياكل كتير وقليل الحركه جدا يعني كسول هو بصراحه. فوزنه حتى تقريبا 150 كيلو. 150 كيلو. طيب شكرا للاتصال. شكرا. طبعا معانا رضا. ايوه يا فندم اتفضل. اتفضل. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور انا عندي التهابات شديده. انا عملت كذا منظار عندي مشاكل في القولون. ايوه. وعملت كذا منظار عند دكاتره كبار وشخصوا الحاله انها التهابات شديده في الجدار المناعي في القولون. ايوه. المرض ده انا بعاني منه بقالي حوالي 6 سنين. فبتعالج بالكورتيزون. باخد كميات كورتيزون معانا اتصال؟ معانا اتصال تاني؟ طيب هو دلوقتي الاستاذ رضا طبعا مشاكل القولون وعملت كذا منظار وقالوا ان عندك التهابات شديده وباخد علاج بالكورتيزون وطبعا دي حالات منتشره جدا سواء الناس اللي عندها ألسريتيف كولايتس او التهاب تقرحي او اللي عندها كرونز ديزيز او دي دايما مرتبطه بالشخصيه والحساسيه الزياده والتفكير الكتير و و و. معانا فاطمه. الو. ايوه يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله دكتور بناس على الخوف يعني عندي الخوف الزايد. انت سنك كم سنه؟ عمري 42 سنه. طيب الخوف الزايد ده بدا امتى؟ والله من حوالي 6 سنين. كم سنه؟ يعني خاف 6 سنين. 6 سنوات. تمام. طيب حضرتك متزوجة؟ متزوجة وعندك أولاد؟ عندي أولاد 4 أولاد. طيب أنت بتاخدي حاجة لمنع الحمل؟ والله لا. والله ما بتاخديش وسيلة لمنع الحمل؟ لا والله. طيب الخوف الزايد ده بيخليكي مش عايزة تنامي مثلا؟ عندي السكر أنا دلوقتي يعني السكر. وعندك السكر. طيب الوزن زايد ولا رفيعة؟ لا وزني 95. 95 ده بدأ وزن زايد. طيب حضرتك بتعملي لك وظيفة ولا ربة منزل؟ لا ربة منزل. ربة منزل. طيب شكرا لحضرتك. طبعا الخوف الزايد ده نقول عليه مرض وممكن يكون خلل بيأتي لبعض الناس نتيجة أمراض داخلية. ممكن يكون سكر، دهون زايدة، وزن زايد،
الخوف ده بيزيد لدرجة انه بيقعد صاحبه عن الحياة وعن الناس. معنا نادية. ايوه دكتور. ايوه نادية. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول حاجة انا بشكر حضرتك على المعلومات الجميلة دي والشخصية المحترمة ويا رب يكثر من خيرك. ربنا يخليك. اتفضلي. انا بطلبه منك، انا عندي زوجي راجل متعلم كبير يعني، بياخد على طول مهدئات موجيفال والمدام ده، وعلى طول عايز يعني يميل للنوم. هل ده مش في اضرار يعني؟ انا عايز اعرف اضرار الحاجة دي يعني. اللي انا سألت الدكاترة قالوا لي ان ده عاجي مفيش حاجة يعني، حاجة بسيطة. لان انا عايز اعرف من حضرتك اضراره ايه، وهل هو ماشي صح كده ولا غلط. هو عنده ضغط. هو سنه كام سنة؟ عنده 68. 68 سنة. طب و 68 سنة بياخد مهدئات ليه؟ ولا في اي حاجة. بياخد في ايام كان شغله وكان ضغوط عمل وبتاعه وكانت اعصابه بتبقى مشدودة. ان انا حاليا مفيش اي حاجة. فانا عايز اعرف هل ايه ده، حالة مرضية ولا حالة نفسية، ولا لما شاف شغله مش عارفه يعني اوصل لحل. قال خايفه يتعب، خايفه والدي يجلس للقعده يعني اعصابه بتبقى مرخيه مثلا، يجيب حاجه يبقى بعد فتره كده يعني. كان عايز اعرف هل دي اضرار ولا ليه اضرار. طب هو لما قعد من الشغل بدا يخرج يعمل اي يمارس اي نشاط، ولا قعد في البيت؟ يعني عنده حاله شفت اكتئاب كده يعني، متضايق وبعدين يقعد يفكر في افكار كده، يقعد يسمع مثلا اسم حضرتك مثلا ايه يكتبه ما يعرفوش، انا يكتب حاجات كده. هل هي حاله مرضيه دكتور ولا برشام ولا؟ وبعدين عنده التزامات نفسي يعني، الصبح مثلا بعد ما يبقاش عنده استعداد يختار ياكل بسكوت شويه شاي. هل الحاجات دي حاله مرضيه؟ وعنده على طول الكتابه يعني، يسمع اي اسم يكتبه، يسمع واحد مش عارفه مع عمرو اديب يكتبه. هل دي حاله مرضيه ولا هو كمان لما بيحفظش حاجه بيركز في الحاجه؟ مش عارفه يعني، هل دي حاله مرضيه يعني؟ وصفت الحاله اللي بقول لك عليها دي بالظبط يعني، هل دي حاله مرضيه ولا؟ حاضر، شكرا لاتصالك. حاضر. احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي على موضوع الخوف الشديد. في بعض الناس بيجي لها خوف شديد لدرجة انها تعتزل الناس خالص، لدرجة ان انا رحت لبعض الناس من الخوف الشديد لا يواجه الناس، ما بيكلمش مع حد، يخاف يعدي الشارع. فده كله نتيجة ان هو ايمانه بالله اقل. انا اخاف بس انا بتقوى بالله يعني. انا لو قاعد في مكان لوحدي، ومش عايز اقول لكم كثير من كبار السن قاعدين في لوحدهم في شقق وبيوت، وعندي صوت في الصالة، وعندي صوت ماشي مش عارف فين، وصوت في الحمام، وصوت، لو أنا واثق من الله عز وجل وعندي 8 ملايكة حافظة، أنا أكيد إنسان قوي ومش خايف من أي حد. لكن أنا لو إيماني ضعيف، أي حركة تهزني وشعري يشيب وجسدي يعني جلدي أشعر، هتبقى مشكلة. معنا اتصال. أيوة أم أحمد. أم أحمد إيه؟ سامية. ايوه السلام سامي. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. لو سمحت، اختي عامله تدبيس معده، عندها 53 سنه. ايوه. وبعدين هي دلوقتي في حاله يعني لا يرثى لها، ونايمه وعندها زي وهن يعني ما بتتحركش خالص. ما بتاكل ولا بتشرب ولا اي حاجه، ويعني انا خايفه عليها للموت. هي اعمل لها ايه يا دكتور؟ هي ما بتاكلش ما بتشربش بقالها قد ايه؟ بقالها دلوقتي من 11/6 يعني، بقالها شهرين مثلا. طيب هي في الشهرين دول خست بس ما بتاكلش ولا بتشربش. ما هو احنا دلوقتي لو هي عندها دهن كتير احنا مش قلقانين، لان هي لو دوبت كل يوم ربع كيلو دهن من المخزون ان شاء الله تعيش، ما فيش مشاكل. ما المشكله ان هي بقت هزلانه بقى، في حاجه هزله يا دكتور. يعني هي ما بتاخدش سلطه، ما بتاخدش بروتين، ما فيش حاجه تنزل بطنها. ليه؟ اللي بتاخده بترجعه. طب هل هي عامله العمليه بقى لها قد ايه؟ 11/6. طب ما ترجع للراجل اللي عملها العمليه يشوف العمليه اتسدت ولا فيها ايه؟ عمل لها منظار وقعد على المحاليل وبعدين روحها. حضرتك لازم تشوفي تقرير عن العمليه، هل في انسداد جزئي؟ هل في تسريب دموي؟ هل في ايه؟ لازم تروحي تجيبي تقرير طبي. شكرا لاتصالك. طيب قبل بس ما اجاوب على الاسئله، احب اقول لكم ان احنا في قناه الصحه والجمال بفضل عز وجل، المفروض ان انا ان شاء الله اذا اذن ربنا باجي يوم الاثنين من الساعه 12 للساعه 2 ان شاء الله اذا اذن ربنا. الميعاد الاساسي بتاع الحلقه بتاعتنا يوم الخميس ان شاء الله،
يوم الخميس الساعة 5 إلى 10 إن شاء الله، 5 إلى 10 بتوقيت القاهرة يعني قبل المغرب أو بعد العصر يعني، يوم الخميس 5 إلى 10 حلقة الحلو إيه بتتعاد تاني يوم الحد الساعة 11 الظهر، ويوم الجمعة الساعة 11 الظهر. أهم من دول حلقات اللي هي حلقات روضة القرآن. روضة القرآن بتتذاع كل يوم على قناة الصحة والجمال الساعة 10 صباحا و10 مساء، يا رب اجعلني من الصادقين. أهم من حلقات روضة القرآن هي طبعا حلقات الحلو إيه، حلقات الحلو إيه وروضة القرآن. طبعا أنا بشرح من كتابي روشتات غذائية، إحنا وصلنا للطبعة السادسة إن شاء الله هنطبع السابعة والثامنة في العالم كله، هو وصل دلوقتي الخليج والكويت والإمارات والسعودية، وإن شاء الله هنزله جميع المكتبات. هننزل إن شاء الله أجزاء جديدة للأطفال مصورة، التغذية العلاجية للأطفال إن شاء الله بالألوان عشان الأولاد في ابتدائي وإعدادي وسنة يعرفوا إزاي يأكلوا صح عشان ما تكترش عندنا السرطانات وسرطان الأطفال وفشل كلوي للأطفال و و و و و آخر اتصال معايا، آخر اتصال اتفضلي. ها قطع؟ طيب آخر اتصال قطع، يبقى بنتكلم على المواعيد وبنقول إن شاء الله المواعيد بتاعتنا بإذن الله الحلو إيه الساعة 5 إلى 10 يوم الخميس يعني بعد صلاة العصر، وبيتعاد الجمعة إن شاء الله الساعة 11 الظهر، وبيتعاد الساعة 11 الظهر يوم الحد، يبقى الجمعة والحد الساعة 11 الظهر. روضة القرآن إن شاء الله 10 صباحا و10 مساء. طبعا الحلقات دي كلها نازلة على اليوتيوب، إن شاء الله هتلاقي أحسن حلقات طبية في العالم بإذن الله، علاج الكلى، علاج الكبد، علاج الشعر، علاج المفاصل، علاج المعدة، علاج يعني أكتر من 200 حلقة علمية، حلقات الحلو إيه دكتور جودة محمد عواد. بالنسبة لي الأسئلة اللي أنا ما قدرتش أجاوب عليها سامحوني، إن شاء الله هجاوب عليها يوم الخميس، إن شاء الله أجاوب عليها يوم الخميس، وإن شاء الله أجاوب عليها يوم الاثنين اللي جاي بإذن الله إن شاء الله. ما تنسوش كتابنا روشتات غذائية، كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب، والحلقات كلها موجودة على اليوتيوب. أنا طبعا إن كنت قد أحسنت فبفضله وبرحمته، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وإن كنت قد أسأت فأستغفر الله وأرجو أن تسامحوني. شكرا لحسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.